احنا كده ممكن نستارت. المفروض ان احنا هنتكلم في جزء الاناليسيز، ازاي نعمل اناليسيز، او المفروض احنا بنشتغل اناليسيز ازاي، البروسيس. بس يعني خلينا اقول لهم كده حاجة في الاول. المفروض ان احنا الموضوع بيمشي كوميونيكيشن اكتر ما هو انه انا بتكلم واشرح حاجة وخلاص، يعني او كانه نظام سيشن. لا، هو كوميونيتي او تواصل ما بيننا دايم، يعني اللي عنده اي سؤال في اي وقت، اللي محتاج يشارك بحاجه، يزود معلومه انا ما قلتهاش، يعدل معلومه، ليه راي في حاجه تانية، ليه عنده كيس تانية، عنده سؤال اي حاجه. الموضوع بيمشي تحاوري اكتر ما هو انه كلام بيتقال او انا بتسمعه كلام وخلاص. عشان تخرجوا من هنا ممكن الكلام يبقى اتنسى وخلاص على كده. دي اول نقطة. ثاني نقطة، المفروض ان احنا هنتكلم في الجزء زي ما قلت بتاع ازاي بتعمل اناليسز. فهناخد الموضوع بشكل عام ونبتدي نسكوب على حتت معينة ونكمل على هذا الاساس. ده كده التفاصيل. يعني حد عنده أي سؤال في حاجة؟ أو في اللي أنا قلته مش واضح في حاجة؟ وهنا انا لسه بشكل عام ولا نستخدم تولز معينة نتعلمها؟ هناخد الموضوع سكوب، يعني اللي هو انت المفروض الاناليسز اصلا بيمشي ازاي ويعني ايه والكلام ده كله. وبعد كده بنبتدي ناخد الجزء اللي هو بتاع هتعمل ده ازاي، هتنفذ الاناليسز اصلا ازاي، يعني كاناليسز بقى بتعملها ازاي وكبروسيس. وبعد كده لو في جزء من اللي احنا قلناه بيستخدم تولز، اقول لك التولز اللي بيستخدمها ايه بالظبط. تمام؟ فاحنا هناخدها من جزء واسع جدا، وبعد كده بنكمل بقى، بنبتدي بقى نضيق الموضوع جزء جزء يعني. تمام، حلو أوي، شكرا. تمام. تمام، حد عنده أي سؤال أو أي حاجة تاني؟ لا يا جماعة، بصوا بقول لكم إيه، يعني الموضوع لازم يكون فيه، يعني افتحوا ميكروفوناتكم كتير، يعني علشان كده هتبقى نظام سيشن كده، يبقى أنا هشرح حاجة وخلاص، وهتخرجوا من الوقت ده مش عارفين أي حاجة، وهتبقوا زي اي سيشن عادية كتبته في ورقة وخلاص، طبقنا الورقة، جينا تاني يوم ما عملناش بعد كده ولا اي حاجة ولا رجعنا لها. لا، نشد حيلنا شوية. هو انا بس عذرة حضرتك تستارت في الـ how to analysis عشان اعرف احنا هناخد ايه بالظبط في الاناليسز، لان انا لسه مش عارفه هل الاناليسز ده اللي هو السوات مثلا البراند، ولا يعني how to analysis للبراند مثلا على السوشيال ميديا، ولا الماركتينج اللي هو الجزئية الأوفلاين. فيعني شايفة إن الموضوع واسع جدا، فمحتاجة بس حضرتك تستارت بحيث إن أنا أسأل في الجزئية اللي أنا يعني مش واضحة بالنسبة لي. تمام. هو بس أنا كنت بقول الكلام اللي قلته فيه، طبعا عندك فيه أي مشكلة؟ لا، تمام جدا. خلاص، طيب، أوكي، خلاص، خليني نخش في الجزء ده على طول، بحيث إيه برضه اللي عنده حاجة يكمل فيها. طيب، خلينا كده نفهم اصلا يعني ايه اناليسز اصلا. يعني الاناليسز دي معناها ايه، او الكلمه دي واسعه جدا، دي معناها ايه؟ كلمه الاناليسز دي بنتكلم في ان في حد بيقول انا عندي مشكله في الصوت، بس كنت عايز اعرف هنتكلم في اناليسز دي في السيشن. اوكي، ماشي. في اناليسز، بصوا يا جماعه، احنا دلوقتي كاناليسز فبنتكلم في الاناليسز بشكل عام، وبناء هو بقى الجزء بقى هو سوشيال ميديا اناليسيز، ولا ماركتنج اناليسيز، ولا برودكت اناليسيز، ولا الماركتنج بلان بنشتغل فيها في الجزء الاناليسيز دي، هنوصل لها. تمام؟ بس خلينا نعرف مفهوم الاناليسيز، بعد كده من مفهومها هنعرف احنا داخلين فين بالظبط. تمام؟ طيب، خلينا نتكلم الاول كده في موضوع الاناليسيز. يعني ايه اناليسيز اصلا؟ الاناليسيز هو تجميع معلومات للإدلاء بشيء، اللي هو إحنا بنجمع مجموعة معلومات، تمام، محتواها أرقام أو بمحتوى معين، علشان تدينا دلائل على أسئلة أو إجابات لحاجات إحنا محتاجينها.
يعني انا دلوقتي analysis يعني ايه؟ ان انا بجمع شوية معلومات، وبناء على المعلومات اللي انا جمعتها دي بطلع بشوية نتائج. النتائج دي هي دي الاناليسز بتاعتي، او هي دي النتائج اللي انا طلعت بيها. يعني كلمة اناليسز هي مش واقفة على الماركتينج بس، ولا على السوشيال ميديا بس، ولا على على اندستري بعينها او اي حاجة بعينها. يعني لما نقول اناليسز، لما حد مثلا يجي يتكلم يقول انا هعمل اناليسز، لازم أن يكون بيتبعها حاجه، لازم أن يكون ورا كلمه اناليسز دي حاجه تانية، لازم أن يكون في حاجه مكملاها. انما ان انا اقول اناليسز وخلاص كده، لا. طيب ايه الفرق بقى ما بين ان انا لما اقول ماركتنج اناليسز، او لما انا اقول سوشيال ميديا اناليسز، او لما اقول ماركت اناليسز؟ لا، الفروقات هنا بقى بتختلف على حسب الاوبجكتيف نفسها. يعني انا دلوقتي محتاج ان انا ادرس السوق، فخلاص يبقى انا هعمل اول حاجه ماركت اناليسز، تمام. طب انا دلوقتي محتاج ادرس المجال اللي انا فيه ده، والاندستري ديت، والبيع فيها ماشي ازاي، والتسويق ماشي فيها ازاي، فانا بعمل ماركتنج اناليسز، تمام. طب انا دلوقتي المفروض عندي منتج جديد، والمفروض ان انا عايز انزل بيه السوق، فانا بعمل ماركت، في الماركت ده بعمل له حاجه اسمها برودكت اناليسز، تمام. فكلمه اناليسز هي كلمه عامه. طيب المفروض بقى اي انواع الاناليسز بمشي فيها او ايه بالظبط، يبقى بيزد على الاوبجكتيف اللي انا رايح لها، او الجزء اللي انا هعمل فيه اناليسز. يعني انا المفروض الاوبجكتيف بتاعي ايه، ولما اجي اعمل اناليسز يبقى بيزد على ده. يعني لو انا دلوقتي هعمل ماركت اناليسز، فانا ببتدي اعمل اناليسز للسوق، بشوف الماركت اناليسز ده معناه ايه، او التفاصيل بتاعته ايه. يبقى انا لازم ادرس السوق، يبقى المفروض عشان ادرس السوق بشوف المنافسين، بشوف السايكل بتاع البيع، بشوف البرايس بوينت ايه بالظبط، او النقاط التسعيرية ماشية ازاي، وببتدي بقى اعمل لكل حاجة في دول اجيب الاناليسز والتحليل بتاعها والتفاصيل بتاعتها. طيب لو انا مثلا هعمل برودكت اناليسز، تمام، او انا مثلا عندي برودكت المفروض ان انا هنزل السوق، وعايز اشوف المنتجات الشبيهة ليه في السوق ايه، فانا بعمل البرودكت اناليسز بتاعي. طيب بعمل برودكت اناليسز، او بجيب المنتجات الشبيهه اللي موجوده زي في السوق، وببتدي اعمل لها اناليسز، المواد الخام اللي جواها ايه، تفاصيلها ايه بالظبط، كويسه ولا جوده رديئه ولا ايه بالظبط، بشوف الديزاين بتاعها مظبوط ولا لا، الناس متقبلاه ولا لا، السايز بتاعها او الحجم التعبئه كام ملي مثلا، وابتدي اقارنهم ببعض، بشوف مجموعه المنتجات دي التفاصيل بتاعتها كباكجينج بقى، وتفاصيل للباكجينج اللي هو التغليف وما الى ذلك ماشي ازاي، وببتدي اعمل اناليسز واطلع ارقام واحصائيات ومعلومات عن الجزء اللي انا شغال فيه ده، او الجزء اللي انا بعمل فيه ده. يبقى خلينا متفقين ان كلمة اناليسز هي مش منحصرة بس ان انا بعمل على سوشيال ميديا او ماركتنج او اي حاجة، بل بالعكس انا بعمل اناليسز دي، انا ممكن اصلا اشتغل فيها في حياتي نفسها، يعني حياة الشخص العادي اللي هو ما ملوش علاقة بالماركتنج او اي حاجة، وممكن يعمل اناليسز اي حاجة. عنده مشكلة بيروح يعمل لها اناليسز، بيحلل المشكلة. عنده مثلا، انت عندك 2 صحاب في ما بينهم مشكلة، بتروح تعمل اناليسز للمشكلة دي، بتشوف ده قال ايه، وده عمل ايه، وده صح وده غلط، وبتدي تحلل وتبني معلومات عن الموضوع نفسه. وبناء بقى للمعلومات دي، موضوع ان انت بتبني معلومات، هي دي اصلا الاناليسز اللي انت بتعملها، بتجمع معلومات من هنا ومعلومات من هنا، وبتبتدي ان انت المعلومات دي تجمعها وتطلع منها ارقام، وتطلع منها احصائيات، وتطلع منها تقارير المفروض انت هتاخدها، او decisions انت المفروض هتاخدها عشان تكون حكمت او بنيت استراتيجي، او عملت تاخد الرياكشن بقى، او الاكشن اللي انت المفروض تاخده. فموضوع الاناليسز ده موضوع مفتوح جدا جدا جدا. طيب خلينا بقى نتكلم بعد الاناليسز، المفروض ان انت هتعمل الاناليسز ازاي، بما ان كل نقطة في الاناليسز هي منشقة لوحدها، او واخدة رؤية لوحدها، او واخدة جانب لوحده، او واخدة قصة لوحدها. انت بقى المفروض هتعمل اناليسز ازاي، الجزء اللي انت بتشتغل عليه، او المفروض ان انت هتعمل فيه اناليسز ده، هقوله لكم. بس هل مفهوم الاناليسز بشكل عام واضح، ولا في اي مشكلة؟
يعني analysis. لا تمام. هو analysis بالاختصار يعني تحليل الحاجة، صح؟ تمام بالظبط، انت بتعمل تحليل للحاجه نفسها، الحاجه دي المفروض هتمشي ازاي بالظبط، او انت التفاصيل بتاعتها ايه وما الى ذلك، كل التفاصيل اللي انت محتاجها، يعني اي تفاصيل انت محتاجها تجمع عنها معلومات، بتبتدي تاخد المعلومات دي وتجمعها في هيئات ارقام بقواعد معينه وبتفاصيل محدده، وبتبتدي ان انت تشتغل عليها. ده كده الاناليسيس. طب ده بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على انت الاوبجكتيف بتاعتك ايه بالظبط، يعني انت الاوبجكتيف بتاعتك ايه، وبتبتدي تشتغل على هذا الاساس. تمام، فانت تمام. بتبقى عارف الاوبجكتيف ايه او انت محتاج ايه، وبناء عليها بتبني الاساسيات بتاعتك. وصلت الفكرة؟ ايوه. طيب تمام، احنا بقى ممكن نتكلم بقى في الجزء بتاع اللي هو البروسيس بقى بتاعت الاناليسز. في عندك خطوات عامة مفتوحة جدا جدا انت بتتكلم فيها لما تيجي تعمل اناليسز، وفي خطوات في الاناليسز بتبقى خطوات خاصة. يعني ايه الحاجة البوبليك او الجزء البوبليك او المعروف والاساسي في اي اناليسز، وفي جزء تاني هو مش اساسي، لا هو بيبقى على حسب الاوبجكتيف اللي انت عايزه. يعني اي اناليسز هتشتغل عليها لازم بيكون فيها الخمس حاجات اللي اقولهم لك دول، ايا كانت بقى ايه الاناليسز اللي انت هتشتغل عليها، او الاناليسز اللي انت هتبنيها، سواء بقى ماركت ريسيرش سوري ماركتنج اناليسز او ماركت اناليسز او برودكت اناليسز او اي حاجه. انت لازم في نقط كده معينه لازم انت بتشتغل عليها علشان تحدد الاناليسز دي او تبقى ماشيه ازاي. زادت بقى عن كده فدي بتبقى زيادة خاصة بنوعية الاناليسز اللي انت بتشتغل عليها. تمام، يعني لو انت هتعمل ماركت اناليسز او ماركتنج اناليسز او برودكت اناليسز او هتعمل مثلا اناليسز للكاستمر للعملاء بتوعك او ايا كان، او داتا اناليسز او اي حاجة، فانت في حاجات محددة واساسية بتبقى ماشية مع كل الاناليسز اللي انت هتشتغل عليها، وفي حاجات محددة بتبقى على حسب الـ الناس اللي الاوبجكتيف اللي انت حاططها. يعني انت مثلا لو هتشتغل مثلا على الماركتنج مثلا اناليسز، او هتعمل اناليسز للماركتنج، فانت المفروض بتشتغل على اجزاء معينة، زي مثلا ان انت هتدرس السوق ده طريقة التسويق فيها ازاي. يعني مثلا لو انت مثلا بتبيع بن مثلا، او انت مصنع بن والمفروض هتشتغل، فانت بتدرس السوق بتاع البن ده بيتباع ازاي. تمام، بتحلل بقى السوق. تمام، فدي حاجة خاصة بالماركت اناليسز، او ان انت بتدرس السوق ده. طب لو انت مثلا هتشتغل على برودكت اناليسز، لا انت بتحدد بقى اجزاء تانية خاصة جدا، نوعية البن، التغليف بتاعه ماشي ازاي وما الى ذلك. طب لو انت هتشتغل زي ما قلنا ماركتنج اناليسز، هتعمل اناليسز للماركتنج، فانت بتشوف هما بتوع البن دول بيبيعوا ازاي، بيسوقوا لمنتجاتهم ازاي وما الى ذلك. فدي حاجات خاصة. طب في الحالتين بقى، سواء انت هتشوف المنتج ده او ان انت هتشتغل على الماركت ده، في حاجات محددة. اول حاجة لازم بتحدد الاوبجكتيف بتاع الاناليسز اللي انت هتشتغل عليها، ايه الهدف من ان انت هتعمل اناليسز، يعني انت عايز تعمل اناليسز ليه، هتوصل لايه، ايه الاوبجكتيف اللي انت محتاج توصل له. انا دلوقتي هعمل اناليسز عشان محتاج افهم السوق، انا هعمل اناليسز عشان محتاج افهم العملاء، انا هعمل اناليسز عشان اتنبأ بالسوق اللي جاي ايه بالظبط، او الاقتصاد بتاع الدولة والبيئة والسلوك الاجتماعي بتاع العملاء وما الى ذلك، والحاجات دي كلها اتنبأ ايه اللي هيحصل قدام، وبناء عليها هبني الـ الشغل بتاعي، او هبني الطريق اللي انا ماشي فيه. فانت لازم بتحدد اوبجكتيف. تمام، طب انا هعمل برودكت اناليسز عشان انا اطلع بمنتج يقدر ياخد شريحة، او ياخد يبقى ليه ميزة معينة جوه السوق. فانت بتحدد البرودكت اناليسز ده، بتحدد ليه اوبجكتيف، لو انت محتاج تدخل بحاجة مميزة. طب لما تدخل بحاجة مميزة هتدخل ازاي، ما انت لازم تكون فاهم المنتجات اللي موجودة التانية في السوق ماشية ازاي، او بتبيعها ازاي، او ايه اللي مميز فيها وايه اللي مش مميز فيها. تمام، فانت اول حاجه لازم بتحدد الاوبجكتيف، لازم الاوبجكتيف بتاعتك تبقى متحدده، دي اول حاجه. طيب
تاني حاجة بقى ايه بالظبط لما تيجي تعمل تشتغل لازم بتحط الاول اولويات تقيس بيها. يعني انت دلوقتي هتحط الاوبجكتيف بتاعتك تمام، فبتحط اولويات انت هتقيس بيها. انا دلوقتي محتاج اخد اقيس الاوبجكتيف دي انا فعلا وصلت لها ولا لا. انا المفروض هدرس مثلا، انا بشتغل على برودكت اناليسيس. طب البرودكت اناليسيس دول يبقى انا عشان انجح يبقى انا لازم في الاخر اطلع من الاناليسيس دي قرار ان انا هنزل بمنتج مواصفات ايه. يعني انا دلوقتي مثلا شغال مثلا في سوق مثلا الموبايلات تمام، وهنزل بموبايل جديد. فانا طب انا عشان انزل بموبايل مميز لازم هدرس بقية المنتجات اللي هي الموبايلات اللي موجودة في السوق. طيب عشان ادرسها بقى واعمل لها اناليسيس ببتدي بقى اجيب مثلا، لو انا مثلا هواوي فانا مثلا بجيب سامسونج مثلا واجيب مثلا شاومي مثلا وابتدي اطلع منتجاتهم كده واطلع كل منتج ايه مميزاته وايه عيوبه والتفاصيل بتاعته. طب انا بعد ما اشتغل بقى كل ده هحدد انا نجحت وعملت اناليسيس، طب وبعدين ده كويس ولا لا. فابتدي ان انا المقياس بتاعي ان انا اكون في الاخر عرفت او طلعت بميزه مش موجوده في كل الموبايلات اللي موجوده حاليا، والميزه دي الناس محتاجينها او الاند كونسيومر او مستخدمين الموبايلات محتاجينها. يعني مثلا الناس محتاجه موبايل تكون البطاريه بتاعته بتقعد مثلا 24 ساعه تمام. كل الموبايلات اللي موجوده المنتجات بقى اللي موجوده اللي هي عباره عن موبايلات مش موجوده فيها 24 ساعه ان البطاريه تفضل شغاله ما تفصلش. خلاص كده انا وصلت لاوبجكتيف معينه او حققت خلاص الاوبجكتيف بتاعتي. فانا خلاص حطيت حاجه ميجر، حاجه اقدر اقيس بيها انا نجحت ولا لا، او انا المفروض التحليلات بتاعتي اللي انا عملتها دي وصلت ولا لا. طيب ممكن يكون مثلا الاوبجكتيف بتاعي ان انا اعمل استراتيجي مثلا لو انا شغال مثلا على ماركتنج بلان. طب لما هعمل اناليسيز لازم اطلع باستراتيجي. طب انا دلوقتي الهدف بتاعي ان انا اطلع باستراتيجي. طب لو انا عملت استراتيجي كويسه لا خلاص يبقى انا الاناليسيز بتاعتي جابت نتيجه. طب لو انا عملت اناليسيز وما قدرتش اطلع باستراتيجي في الاخر او ما عملتش استراتيجيه، ما فيش استراتيجي جت كويسه، لا يبقى انا كده عندي الاناليسيز فيها حاجه والاناليسيز فيها مشكله. خلاص فانا لما هشتغل على اناليسيز ايا كانت بقى هي نوعيه الاناليسيز لازم أن يكون لها اوبجكتيف ولازم أن يكون لها اداه قياس او كي بي ايز او ميجر المفروض ان انا اقيس عليه هل انا الاناليسيز اللي عملتها دي كويسه ولا لا، هل هي هتبقى حاجه اقدر اقيس بيها وهقدر انجح بيها ولا لا تمام. طيب الجزء اللي بعد كده الهجمع البيانات دي الاناليسيس بقى الانفورميشن اللي انا هجمعها كلها والتفاصيل اللي انا هجمعها كلها هجمعها ازاي تمام. ايه هي البيانات او الاناليسيس او الداتا اللي انا هجمعها او هلمها من السوق او هعرفها علشان اقدر اطلع المعلومات بتاعتي او اقدر اوصل لقرار معين. يبقى المفروض مثلا لو انا هشتغل على برودكت اناليسيس مثلا يبقى انا محتاج افهم المنتجات اسمائها ايه، اسعارها كام، المواد الخام بتاعتها ايه بالظبط، فايدتها ايه، الكلمات اللي مكتوبه عليها، اللغات اللي مكتوبه عليها وما الى ذلك. ببتدي احدد الاسئله المعينه اللي هتديني المعلومات اللي انا عايزها كلها تمام. ودي اهم نقطه، لو انا حددت اسئله ملهاش اي علاقه ملهاش اي علاقه بالموضوع او علاقتها بعيده او هتديني اجابات ملهاش علاقه، لا يبقى انا كده بكتب اسئله ملهاش دعوه مش هتوديني للاوبجكتيف بتاعتي او مش هتحقق الاوبجكتيف بتاعت الاناليسز اللي هشتغل عليه. فانت لازم تكون حاطط اسئله او questions او موضوعات او بوينت هتتكلم فيها جوه الاناليسز دي تكون بتوصلك لحد للاوبجكتيف بتاعتك. مثلا انا لو شغال على ماركتنج بلان تمام، فانا بشتغل على الاناليسز بعمل اناليسز جوه. اول حاجه اصلا بيعملها في البلان ان انت بتشتغل على
الجزء بتاع situation analysis، بتاع بتحلل الأوضاع اللي انت فيها والطريق اللي انت ماشي فيه هيكون ازاي. فانت لازم تشتغل على الجزء ده، لازم بتكون انت عارف الاناليسيس بتاعتك هتمشي ازاي، او الاوبجكتيف اللي انت حطيتها دي هتبتدي تشتغل عليها ازاي. طيب خلاص كده احنا حددنا الجزء ده وفهمنا الدنيا فيها. اي حد عنده اي اسئلة فيه؟ هو انا هراجع مع حضرتك سريعا، بس احنا كده قلنا في ثلاث حاجات اساسيه بتبقى موجوده وانا بعمل اناليسس، اللي هي الاوبجكتيف، وان انا ابقى حاطط كي بي ايز معينه عايز اوصل لها، وان انا كمان ابقى حاطط طب كمل وهقولك في الاخر. كمل. تمام. ثالث حاجه ان انا ابقى حاطط بوينتس معينه او اسئله معينه انا بدور على اجاباتها، الاناليسس اللي انا هعملها دي هتطلع لي الاجابات بتاعتها، او هوصل من خلالها الاجابات عن الاسئله اللي انا حاططها. تمام بالظبط. فاهم. بس اوكي انا الجزء قريت اللي هو الاجابه. التاني هي حاجات مش كي بي ايز بالظبط، اكتر من ان هي حاجات بناء عليها اقول انا نجحت في الاناليسيس دي ولا لا. تمام. طب وايه الفرق بين ده وبين الاوبجكتيف؟ طب ما الاوبجكتيف برضو انا عامل اناليسز على اساسه، تمام. فاهم قصدي؟ الاوبجكتيف ده هدف انت هتوصل له. تمام. اوكي بس ازاي بقى؟ انا ممكن مثلا اقول ان انا مثلا الهدف بتاعي ان انا افهم السوق ده ماشي ازاي، او اعرف السوق ده رايح فين. مثلا لو انا بشتغل مثلا على اساس عشان اتنبأ بالسوق. طب لو انا بقى الكي بي ايز بقى في الاخر، هل انا قدرت اخد قرار في الاخر ولا لا؟ يعني انا دلوقتي خلاص فهمت السوق ماشي ازاي، دي الاوبجكتيف بتاعتي، قدرت اخد على ده قرار ولا لا؟ تمام. هل انا جمعت الاسئله من نص ال 50% من السوق مثلا ولا لا؟ فاهمني؟ يعني الاوبجكتيف هو هدف انت عايز توصل له، فانت حطيته خلاص. تمام. طب في الاخر بقى انت الكي بي ايز بتاعتك، هل انت وصلت للاوبجكتيف دي ولا لا؟ تمام. برضو يعني ماشي تمام، هي ملخبطاني بس شويه لا علشان حقيقي بفلم على احنا ممكن الاوبجكتيف نفضل فيها شويه، او لحد مش ما لاقي نوصل. لها ترم احطه، فاهم قصدي؟ هقول لك حاجه، اوكي تعال ناخد مثال عشان الموضوع يبقى بسيط. تمام. اوكي دلوقتي انا المفروض مثلا، ولنفترض مثلا ان احنا هنشتغل مثلا على مثلا اناليسز علشان مثلا افهم السوق. تمام. او تمام اتنبأ مثلا بالسوق ده المفروض هيمشي ازاي. تمام. تمام او السوق ده مستقبلا رايح فين. مثلا لو احنا مثلا بنتكلم مثلا ان احنا شغالين مثلا في الفترة دي على مثلا انابيب الاكسجين في المستشفيات مثلا. تمام تمام. طيب الاوبجكتيف بتاعتي ان انا افهم انابيب الاكسجين دي مستقبلا هتكون رايحة فين. تمام. علشان انا تمام المفروض هطلع انابيب بنوعية مختلفة او جديدة، فانا عايز لما اطلع الانابيب الجديدة دي هل انا هقدر ابيع، ولا هيكون في اصلا حاجات هتغنيني عنها، هيكون ما فيش مثلا فيروس او حاجة فالناس مش هتحتاج الانابيب. اوكي تمام. تمام طيب ده كده الاوبجكتيف بتاعتي. تمام. تمام في الاخر بقى بعد ما حطيت الاسئلة واشتغلت، ايه اللي يقول لي ان انا فعلا وصلت للاوبجكتيف دي ولا لا؟ ايه الكي بي ايز بقى اللي احنا بنتكلم فيها دي. اوكي تمام. هل انا يعني وصلت القرار فعلا وفهمت السوق ده ولا لا؟ هل انا قدرت اخد ديسيشن وقدرت اخد قرار ان انا انزل او لا، او انا فهمت اصلا ولا لا؟ يعني فاهمني؟ اوكي اكتب ان هي كي بي ايز، او اعتبرها كي بي ايز. اكتبها كي بي ايز لو انت هتفهمها كده ما فيهاش مشكلة. تمام. يعني انت لو بالنسبة لك هتبقى تمام، ما فيهاش مشكلة يعني. تمام. بس هي بنسميها جزء المارجمنت، اللي هو انت قدرت تقيس ده ازاي. تمام تمام زي الفل. تمام شكرا. تمام في سؤال هنا سلوى بتقول ازاي اصلا اقدر احدد الاسئله اللي ابقى متاكده انها هتغطي الجواب المطلوبه كلها عشان يكون في تحليل مظبوط. طيب الاسئله هنحددها ازاي؟ الاسئله اللي انا هلاقي الاجابه بتاعتها بتديني النتيجه اللي انا عايزها. يعني مثلا لو انا دلوقتي المفروض مثلا هشتغل ان انا احدد
الاناليسز اللي انا هعملها، اشوف مثلا الناس اللي بتيجي مثلا تاكل من كوك دور مثلا، او الناس اللي بتيجي تاكل من ماكدونالدز، هل هي بتيجي علشان السعر كويس ولا بتيجي عشان الاكل؟ تمام. فهبتدي احدد للناس دي انت بتحب ماكدونالدز ليه. تمام، ده اول سؤال. تمام، خلاص الناس هتبتدي تحدد لي هي بتحب ماكدونالدز ليه، وبناء عليها هفهم هل هو عشان السعر ولا هو علشان بتحب الاكل نفسه. وفي نفس الوقت لو في اي اسباب تانية هتكتبها. طب هل انت بتروح ماكدونالدز كام مرة؟ تمام، كام مرة في الشهر؟ طب انت، وابتدي بقى ايه اطلع الاسئلة واستنتج الاجابات دي. تمام، وبناء على الاجابات دي ببتدي احدد هل الاسئلة دي هتوصل لي فعلا الاجابة لما الناس تجاوب، هتوصلني فعلا النتيجة ولا لا. وبعمل تيست كده وانا شغال، هل الاسئلة دي هي المظبوطة ولا لا. يعني انا بناء على الاوبجكتيف ببتدي احط، عشان كده دايما حطينا الاوبجكتيف في الاول. الاوبجكتيف هي اللي هتديني كي بي ايز، هي اللي هتديني هل في نتيجة ولا لا، هي اللي هتديني ايه الاسئلة اللي احطها وما الى ذلك. الاسئلة دي هي اللي هتبين لي الشغل بتاعي. فانا الاسئلة دي بحطها بناء على الاوبجكتيف. الاوبجكتيف ايه بالظبط، وبناء عليها بحط الاسئلة. يعني مثلا انا دلوقتي مثلا محتاج افهم زي ما قلنا من شويه كده المنتجات المنافسه دي مميزاتها ايه في السوق، عشان انزل انا بميزه مختلفه مثلا. فببتدي احدد بقى ايه المنتجات دي، ايه بالظبط تفاصيل بقى المنتجات دي، ايه اللي ممكن يكون مميز في المنتجات مثلا. الديزاين زي ما قلنا، الاسم، جودتها، جوده الخامات، التقفيل، الشحن وما الى ذلك. فانا الاسئله ببتدي استنبطها من الاوبجكتيف، ايه اللي يديني الاجابه بتاعت الاوبجكتيف بتاعتي، وبناء عليها بحط الاسئله. تمام، دي كده يعني الاجزاء اللي فاتت. في اي اسئله تانية او حاجه خاصه بالجزء اللي فات؟ طيب، نبتدي نكمل الجزء اللي باقي. طيب، الجزء بقى اللي بعد كده. دلوقتي انا خلاص كتبت الاسئله وخلاص عرفت ايه النقط اللي المفروض هتوصلني للاوبجكتيف بتاعتي في الاناليسز، ببتدي بعد كده احدد الاسئله دي او البيانات اللي انا حطيتها او النقط اللي انا حطيتها علشان اوصل للنتيجه بتاعتي. هجيب المصادر بتاعتها منين، يعني ايه المصادر اللي هتوصلني للمعلومات دي، المفروض ايه الحاجة اللي هتديني المعلومة الأكيدة علشان هقدر اشتغل على الاناليسيس بتاعتي او اجيب نتائج. طيب هل لو انا هشتغل على منتجات، طيب اجيب التفاصيل بتاعتها منين مثلا، بما اننا ماشيين في المنتجات. ممكن اجيبها مثلا من الموزعين اللي هم بيبيعوا منتجات المنافسين، ممكن اجيبها من السيرش على النت، ممكن اجيبها من الناس اللي بتستخدم اللي هم المستخدمين اللي بيجيبوا المنتجات، ممكن اجيبها مثلا من السوشيال ميديا بتاعت المنافسين، ممكن اجيبها من سيرفي واعمله في الشارع، ممكن مثلا اجيبها مثلا من مؤتمرات او اجتماعات، ممكن اجيبها مثلا من مصادر مختلفة مثلا، زي لو هي مثلا حاجة كبيرة ممكن اجيبها مثلا من اي اماكن بتعمل احصائيات وبتعمل تفاصيل او بتدرس او ماركت ريسيرش، ممكن اجيبها. ببتدي احدد مين اللي هيديني الاجابات دي، يعني الاجابات اللي انا بشتغل عليها او الاسئله اللي انا بشتغل عليها مين اللي هيديني الاجابه بتاعتها. تمام، وبناء على كده ببتدي اشتغل وابتدي احدد المصادر اللي انا هشتغل عليها. المصادر بقى زي ما قلنا بالظبط، الناس الدايركت اللي المفروض بتعامل معاهم، يعني اي حد مثلا زي ما احنا قلنا
الناس مثلا الموزعين الـ end consumer، الإعلانات، السوشيال ميديا، المنافسين، المؤتمرات، السيرش. لو أنا بعمل سيرش أو ممكن أعمل سيرش على جوجل أو على أي بلاتفورم وابتدي أجيب معلومات وأجمعها وأعمل بيها كومبير، اللقاءات أو أي انترفيو مع مجموعات كبيرة أو مع أفراد منفصلين، الصحف، المجلات، كل دي resources. فابتدي أحدد ال resources اللي هشتغل بيها. طيب ناخد كده مثلا، حد عنده تاني مثلا أفكار تانية لمصادر؟ يعني هي دي كل المصادر الأساسية، أو حد عنده product مثلا بيعمل عليه analysis، أو سوق بيعمل عليه analysis، أو أي جزء أو أي نوع من أنواع ال analysis اللي بيعملها، ونقيس على ده أو نقيس على ده ايه ال resources اللي ممكن يجيب منها؟ أنا كنت بشتغل في مجال العربيات، فإحنا كنا طول الوقت بنقيس عدد العربيات، هل بينزل هل بينقص بيزيد، وإيه الشهور اللي بتبقى تعتبر شهور موسمية، يعني في الصناعة دي ليه عدد العربيات فيها بيزيد. فكنا دايما شغالين ده بحاجة زي شيتات وجداول كده معينة بطريقة معينة، احنا بندخل فيها يعني كل مثلا ديبارتمنت بتدخل، يعني مثلا انا لو ريسبشن بدخل عدد العربيات اللي بتدخلوا لي يوميا، كل عربية منهم متقسمة، في حاجات تكييف، في حاجات مش عارفة لو هو ده اللي حضرتك تقصده. فكنا شغالين بشيتات وحاجات من على ارض الواقع يعني. تمام، ده نوع من الانواع اللي احنا اتكلمنا، هو ده اللي انا اقصده فعلا. كده حضرتك بتجيبي بتعملي ريسيرش او بتعملي اناليسز او في مرحله تجميع بيانات، بعد ما بتجيبي البيانات دي بتعملوا بيها ايه؟ بعد ما بنجيب البيانات بنعرف بقى احنا الشهر ده مثلا وقع عندنا ليه، هل كان في موسم زي دخول مدارس، هل كان طب احنا ليه الشهر ده مثلا اشتغلنا اكتر عربيات دخلت لنا كتير في الكهرباء. ثانية واحدة كده معلش، حضرتك دلوقتي قلتي نقطة مهمة، اللي هو احنا ليه الشهر ده وقعنا ليه، فدي objective. تمام، طيب بعد ال objective جمعت البيانات اللي هي منين؟ من الشيتات اللي انتوا دخلتوها ك data entry من ال end consumer او المستنفع او المستخدم. تمام، الجزء بقى بعد كده انتوا دلوقتي بتجمعوا البيانات، بتبتدوا تعملوا لها احصائيات او بتجمعوا البيانات. تمام، يعني هي دي تقريبا كل السايكل اللي احنا اتكلمنا فيها، بس حضرتك كده بتعملوها بطريقه مكمله عاديه من غير حساب الخطوات او المفروض كبروسيس تمشي ازاي. بس تمام، يعني ستيل كده تمام. تمام، كمل. بس هو ده اللي كنت عايزه اقوله. تمام، هو ده الكيس اللي انا كنت بتكلم فيه. اي اناليسز بقى او اي تحليلات بتكون فيها العناصر دي بشكل اساسي جدا. تمام، طيب بتختلف بقى من صناعه لصناعه ازاي؟ زي ما احنا قلنا، او من اندستري لاندستري تانية مختلفه، ان هي مثلا ده سوق العربيات، فاوريدي هي بتجمع البيانات من الناس اللي بتيجي تاخد الخدمه عندها. طيب لو انا مثلا او الاوبجكتيف بتاعتها ان هي عايزه تعرف هما ليه وقعوا الشهر ده، او الشهر ده ليه محققوش نتائج، او ما اشتغلوش الشهر ده، او ما الى ذلك، فخلاص هي دي اوبجكتيف وهي بتشتغل عليها. طيب هل لو هي مثلا عندها اوبجكتيف تانية، زي مثلا ان هي تعرف اكتر انواع العربيات اللي بتيجي عندهم عشان تتصلح، تمام، او يحصل فيها نوع من انواع التجديد او ما الى ذلك، فدي اوبجكتيف تانية خالص. فهتبتدي تعمل ايه؟ هيبتدي تجمع كل اللي يجي لهم او كل الناس اللي هي المفروض بتيجي تدخل عندهم. تمام، انواع العربيات ايه، ده كده نوع من انواع الريسيرش. تمام، ممكن مثلا يكون في كاميرا مثلا موجودة، او كاميرا خاصة مثلا بتحصر مثلا كم العربيات اللي داخلة، او العربيات اللي داخلة دي انواعها ايه، وبيجوا اخر الشهر يحسبوا بيحسبوا ايه بالظبط، او بيحسبوا المفروض الانواع العربيات دي قد ايه، او دخلت في اوتات امتى، او ما الى ذلك. ممكن يكون في نوع تاني من الاناليسز اللي هو
محتاجين يعرفوا الوقت اللي بيحصل عندهم زحمة وبتيجي عربيات كتير علشان تتصلح، تمام؟ ففي الوقت ده بيبقى نوع تاني من الاناليسز. كل دي انواع من الاناليسز. خلاص هو حاطط اوبجكتيف فاوريدي يعرف يطلع اناليسز، فاوريدي يقدر يطلع نتائج. خلاص بيبتدي يحسب مثلا على مدار الوقت، بيسجل الاوقات اللي بتيجي فيها العربيات اللي محتاجة تتصلح، وبناء على ده بعد ما سجل الوقت بيبتدي يشتغل على الجزء بتاع اللي هو هل هو هيقيسها ازاي، وخلاص هقيسها من خلال التسجيلات، وبتبتدي في الاخر بقى يعمل حصر لشيت الاكسل ويعرف اكتر اوقات الناس بتيجي تصلح عنده وما الى ذلك، وبناء عليها يعرف نوعية الكلاينت بتاعه بيبقى فاضي امتى يجي يصلح عربيته، او بيبقى متواجد امتى يصلح عربيته. فبناء على الاوبجكتيف بيبتدي نحدد الخطوات اللي نمشي عليها، او نحدد الاسئلة اللي المفروض هنشتغل عليها، تمام؟ نخش بقى كده في الجزء اللي بعديه. طيب قلنا ايه بعد كده المفروض كده وقفنا فين؟ مصطفى لو انت شكلك بتكتب، فقول لنا كده الخطوات كده لحد دلوقتي وصلنا لفين. احنا اخر حاجة وصلنا لها مصادر الداتا بتاعتنا ايه، مصادر المعلومات بتاعتنا هتكون ايه، تكون منين. تمام، قول الخطوات كلها بقى، علشان معلش انا طيب اوكي، ببقى اول محتاج بقى ايه، او انا بقى بحب اللي يبقى معايا بيشارك كده بحيث ان الدنيا ولا يهمك انا معاك. احنا قلنا الاول ان احنا هنحط الاوبجكتيف بتاعنا، بعد كده تمام. الكي بي ايز او الحاجه اللي احنا على اساسها بنقول ان احنا حققنا الهدف من ورا الاوبجكتيف. بعد كده بنحط البوينتس او الكويستشنز اللي احنا بنجاوب عليها، وعلى اساس ان احنا بنجاوب عليها بنوصل للهدف بتاعنا او بنوصل للمعلومات اللي حقق لنا الهدف. وبعد كده مصادر المعلومات دي هيكون ايه؟ حلو جدا، تمام، خلاص. الخطوة بقى اللي عايش يا مصطفى، والله تمام. الخطوة اللي بعد كده المفروض بنتكلم في ان احنا خلاص حددنا البوينت اللي محتاجينها، سواء هنجيبها بأسئلة او اي مصادر، وخلاص حددنا المصادر اللي نشتغل عليها. بنبتدي نجمع البيانات، تمام. بنبتدي نجمع البيانات، بنبتدي نجمع الاجابات بتاعت الأسئلة اللي حطيناها، او بنبتدي نجمع المعلومات اللي احنا مستهدفين ان احنا نعرفها، او بنبتدي نجمع كل التفاصيل اللي احنا محتاجين نوصل لها من خلال المعلومات اللي حطيناها، ونبتدي نشتغل على الاساس. بس واحنا مش على الاساس ده محتاجين نحدد حاجة معينة، محتاجين نحدد الوقت اللي المفروض نحط ديدلاين للوقت اللي المفروض نبتدي فيه الاناليسز، والوقت اللي المفروض ننتهي فيه. يعني انا المفروض هعمل اناليسز مثلا على منتجات، فانا المفروض اعمل بقى جانت شارتر، او بعمل بروسيس كده معينه بالوقت. المفروض ان انا مثلا هبتدي اجمع المنتجات يوم واحد، يوم اتنين هبتدي احصر الباكجينج بتاع المنتجات دي، يوم تلاته المفروض ان انا هشتغل على تحليل البيانات دي، يوم اربعه وما الى ذلك. ببتدي احدد الاوقات والتفاصيل والخطوات اللي المفروض همشي عليها وانا شغال على تجميع البيانات. طب لو انا مثلا دلوقتي انا هنزل، لا انا المفروض الاناليسز اللي هعملها او البيانات اللي هجمعها، المفروض ان انا هجمعها مثلا من الاند كونسيومر. فالمفروض مثلا انا عندي مثلا عدد معين من العملاء مثلا متجمع في ايفنت معين، فانا هنزل في الايفنت ده يوم، مثلا الايفنت هيكون يوم خمسة، هنزل يوم خمسة اجمع واملى الابليكيشنز، وبعد كده بعد ما املى الابليكيشن هبتدي ان انا احدد الاجابه الاسئله واسال الناس وما الى ذلك، وبعد كده هشتغل على ان انا احدد بقى وابتدي احط توقيتات وتايم لاين كده، واحط لنفسي ديدلاين علشان ان انا اشتغل على الجزء ده، وان انا اخلص الاناليسز بتاعتي. فما انساش كويس جدا النقطة دي، ان انا وانا شغال احط تايم، والا هلاقي نفسي عمال اعمل اناليسز في اناليسز في اناليسز، وفي الاخر ما جبتش نتائج، وفي الاخر ما وصلتش لحاجة، لحد ما تلاقي نفسك زهقت وخلاص مكملتش، والاناليسز اللي انت عملتها رميتها وخلاص على كده، تمام. في نوع من في انواع من الاناليسز هنتكلم فيها بس بعد ايه الخطوات الاساسية.
خلاص انت كده عملت الاناليسز بتاعتك، جمعت البيانات وحصرت البيانات كلها وفنطتها وخلاص، بتبتدي تجمع كل البيانات دي وبتطلع من البيانات دي او من الداتا اللي انت خدتها دي انفورميشن، يعني بنحول الداتا اللي احنا جمعناها لانفورميشن. تمام. طيب جمعنا خلاص البيانات، بنبتدي نحولها انفورميشن ازاي؟ ببتدي اجمع الاحصائيات واجمع كل البيانات وابتدي احولها لمعلومات. يعني مثلا ده كل الناس مثلا اللي انا سألتها مثلا عن رأيها في المنتج، سألت 50 شخص، تمام، فخلاص في 25 منهم قالوا ان المنتج كويس، وفي مثلا 10 قالوا ان المنتج يعني كويس او مش كويس، يعني ما اهتموش بالامر، هم استخدموا المنتج وخلاص، وفي مثلا 15 قالوا ان المنتج مش كويس. تمام. طيب يبقى انا كده خلاص حطيت نسب، وبناء عليه فهمت ان نص شريحة العملاء بتوعي بيقولوا ان المنتج كويس، وفي 15 بيقولوا مش كويس لاسباب مثلا ان الخامة مش كويسة. فهبتدي اخد معلومات بقى ان في ناس بتشتكي من الخامة، في ناس مش فاهمة أصلا هي بتستخدم المنتج وخلاص، فأنا هحتاج أكتب المعلومة دي. في ناس بتشكر كتير جدا في المنتج، فأنا المفروض إيه، هكتب إن في ناس عدد 25 شخص بيشكر في المنتج. طيب أنا ببتدي مثلا أحدد كل الانفورميشن، مثلا أنا دلوقتي بشتغل مثلا على منتج معين، فببتدي أقول المفروض إن أنا المنتج ده طلعت منه بيانات معظم الناس مثلا اللي شغالة في المجال ده او شغالة في الجزء ده بتعمل المنتجات بتاعتها مثلا بلون اصفر. تمام. خلاص ببتدي ان انا احط اللون الاصفر ده من ضمن الالوان اللي انا هشتغل عليها، فانا بكتب المعلومة دي. تمام. وابتدي احدد كل احول كل داتا لمعلومة. طيب خلونا كده مثلا ناخد اي داتا من اي ريسيرش اتعمل قبل كده، لو حد عمل ريسيرش او اي حد معاه منتج ليه داتا، ونبتدي نحوله ريسيرش، او حد مثلا عنده معلومة من او معلومات في المجال اللي عنده، ونبتدي نحولها ل انفورميشن. طيب هو انا ممكن تكون الكيس بتاعتي سبيسيفيك قوي في جزء السوشيال ميديا والكونتنت، علشان انا بعمل كونتنت لبراند معين. فالفكره ان احنا كنا محتارين في كامبين معينه، هل ان احنا نتكلم عربي ولا انجلش في البوستس بتاعتنا، او في ان احنا بنانونس على الحاجه اللي احنا عايزين نانونس عليها. فابتديت ان انا اعمل في البدايه بوستس بالعربي وتانية بالانجلش، وابتدي ان انا اشوف الاناليسيس بتاعت البوستس، الارقام ماشيه ازاي، الانجيجمنت عامل ازاي، اللينك كليكس اللي جات لي من ورا كل بوست. وعلى اساس دوت بدات ان انا اكمل بقيه الكامبين بالعربي، علشان لقيت ان الارقام بتاعت العربي معديه الانجليش شويه. بس حلو جدا. تمام. انت كده عملت البروسيس كامله، انت حولت الداتا اللي هو الارقام بتاعت الانجيجمنت وبتاعت التفاعل بتاع الناس والتفاصيل دي كلها، حولتها ل داتا، وبناء عليها حولت الموضوع للديسيشن في الاخر. فانت خلاص خدت الداتا ان مثلا الانجيجمنت ريت عندك واخد في البوستز مثلا اللي هي بتاعت العربي 20%، وفي البوستز بتاعت الانجليش واخد مثلا الريت معاك 5 أو 6%. فانت بناء على كده خلاص حولت المعلومات دي ان الكلاينت بتاعك بيروح للمنتج العربي احسن من ما هو بيروح للمنتج الانجليزي الانجليش. فدي كده تمام. طيب خلاص الجزء اللي بعدها اللي هو خلاص انت جمعت البيانات وجمعت المعلومات وحولت الداتا لانفورميشن، حولت الداتا بتاعتك لانفورميشن، بنبتدي بعد كده الجزء اللي بعد كده بنبتدي ناخد ديسيشن في الانفورميشن اللي احنا طلعناه. الديسيشن اللي هو ايه، زي مثلا ما مصطفى عمل كده، هو لقى ان في ناس من اللي عنده مهتمين بالعربي، خلاص هو خد قرار معين ان هو بعد كده كل البوستز اللي هيشتغلها او كل الكامبينز اللي هيشتغلها كلها تكون بالعربي. تمام. هي دي نفس الفكرة، انت دلوقتي خلاص لقيت ان الناس مش البرودكت، وانت بتعمل اناليسز لبقية المنتجات
ان في مثلا معظم المنتجات لونها اصفر او احمر او ايا كان، فخلاص انت بعد كده بتلاقي نفسك انت خلاص هاخد ديسيشن يا جماعه ان احنا لازم نمشي بوي الديزاين ده، او نمشي مثلا بالماركتنج كي ووردز دي. لو انت مثلا شغال على سيرفي لقيت ان كل الناس بتقول لا انا بحب مثلا اشتري مثلا من ماك او كنتاكي او ايا كان مثلا اي ريستورانتس، بسبب مثلا ان هم عندهم مثلا فول سيرفيس او عندهم المنتجات الخدمات متكامله، فبتبتدي خلاص تاخد ديسيجن انت تكون كل المنتجات بتاعتك متكامله. بنبتدي نحول الداتا لانفورميشن، والانفورميشن دي نحولها لديسيجن، يعني بناخد البيانات اللي انت جمعتها كلها تحولها لمعلومات، المعلومة الأولى كذا، المعلومة الثانية كذا، المعلومة الثالثة كذا، وبناء على المعلومات دي بتاخد قرارات تخص المنتج بتاعك أو تخص الريسيرش اللي انت عملته أو الأناليسز ايه اللي انت عملتها. دي كده التفاصيل. خلاص انت خدت قرار في الآخر وبناء عليه انت اشتغلت، وبناء عليه انت كملت الاناليسز بتاعتك، جابت نتيجة او جابت فايدة او طلعت منها بحاجة. طب لو انت مثلا شغال في الاجزاء دي كلها ولقيت نفسك مش عارف تاخد قرار في اي حاجة، لا يعرف ان انت الريسيرش بتاعك او الاناليسز اللي انت اشتغلت عليها فيها حاجة غلط، او الريسيرش الاناليسز اللي انت اشتغلتها فيها جزء مش مظبوط، او فيها جزء مش يعني فيها جزء مش تمام، انت كده في حاجة عندك غلط، البروسيس اللي انت مشيتها كلها فيها حاجة غلط، حطيت أسئلة غلط أو نقط غلط، الأوبجيكتيف ما كانتش مظبوطة وما كانتش محددة، التوقيتات اللي اشتغلت فيها مش مظبوطة، الداتا اللي انت جمعتها مش سليمة، الداتا مش حاجة ميجر أو حاجة حقيقية انت تقدر تبني عليها قرارات، يبقى في حاجة غلط. فبتدي تراجع كل الكيس كلها اللي انت اشتغلتها، وبناء عليها بتبتدي ايه تعيد من الاول او بتبتدي تعدل في القرارات اللي انت اشتغلت عليها. دي كده البروسيس كلها اللي موجوده في اي اناليسز انت هتشتغلها. لو انت داخل شركه جديده وبتعمل سيتويشن اناليسز هتشتغل، لازم هتعمل البروسيس دي على، وبناء عليها بتزود على البروسيس اللي انت هتشتغلها الخاصه بالاندستري او نوعيه الاناليسز اللي انت بتعملها. لو انت بتشتغل على ماركتنج بلان فانت هتشتغل برضو على الوي دي في جزء السيتويشن اناليسز، ولازم تمشي بكل البروسيس دي عشان تقدر تكمل. لو انت شغال مثلا على برودكت اناليسز هتمشي نفس القصه. لو انت شغال على اي حاجه فيها اناليسز لازم بتاخد القصه. الناس نفسها لما بتيجي تشتري هي بلا ادراكي كده او شيء حس، هي بتبتدي تعمل اناليسز، بتبتدي تخش والله انا محتاج مثلا اشتري عربيه، فانا بخش كده ببتدي اجمع الداتا عن العربيات، وابتدي ده العربيه دي كذا والعربيه دي كذا، وابتدي احولها في دماغي الانفورميشن، ومن الانفورميشن ببتدي طبعا مع عوامل تانية زي الحسي والادراكي والعاطفي والكلام ده كله، ببتدي بعد ما خلاص جمعت الداتا وظبطت الدنيا في دماغي وفهمت العربيه دي فيها ايه والعربيه دي فيها ايه وحولتهم لانفورميشن، ببتدي اخد على هذا الاساس قرار، وابتدي اشوف انا هشتغل في هشتري العربيه دي ولا هشتري العربيه دي. فموضوع الاناليسز ده خلينا متفقين ان هو ماشي في كل حاجة، بس على حسب الكيس اللي انت فيها او الموضوع اللي انت بتتكلم فيه او الجزء اللي انت داخل فيه، بتبتدي تشوف انت هتبني او هتركب التايبس دي على ايه بالظبط في نوعية الاناليسز اللي انت هتشتغلها. دي كده كانت الاساسيات او الحاجات الاساسيه جدا وانت شغال على الاناليسز او انت بتعمل اناليسز، لازم تعدي على الخطوات دي وتشتغل بيها، بتبتدي تشتغل بيها علشان تبتدي ان انت تحقق نتائج كويسه. دي كده كل التفاصيل بتاعت لو انت هتعمل اناليسز هتمشي ازاي. طبعا يعني ممكن ناخد بقى كيسز كده مختلفة او انواع من الاناليسز، بس خلينا نتناقش شوية كده الجزء اللي فات ده. في اي مشكلة او اي اسئلة او حاجة؟ لا لا مفيش. سامعني ولا ايه؟
اه كله تمام. انا فاهمه الحمد لله. في اتنين اهم تمام. مش عارف عبد الرحمن ليه مفيش اي صوت النهارده ولا صوتي مش واضح. لا لا تمام معاك انا. يا اخي انا اتكلمت انت النهارده ساكت خالص غريبه مش عاينك. لا لا انا دخلت متاخر فشفت نفسي مش فاهم يعني كتير فقلت خليني اسكت. ايه اللي انت مش فاهمه؟ انا ممكن اخلي مصطفى يقول لك البروسيس تاني. الراجل النهارده تعبان معانا عمال لي يقول البروسيس. هلا انا هلا انا قبل شوي دخلت قبل تقريبا 10 دقائق فهمت معاك من الاناليسز انك كيف بتحلل اول شيء المعلومات بعدين بتحط الاهداف بعدين بتشوف زي ما قال هو الكي بي اي وبعدها بتحط الديسيجن القرارات صح ولا انا غلطان؟ هو تمام صح اللي انت قلته ده صح تمام مفهوش تمام مفهوش اي حاجه اوكي تمام. طيب في سؤال كده كنت عايز اساله ايه الفرق ما بين الماركت ريسيرش او الماركت اناليسز و سوري الماركت اناليسز والماركتنج اناليسز؟ طيب ممكن ابتدي اجاوب؟ اه ابتدي اجاوب. طيب الماركت اناليسز ده بيكون حاسس ان هو اشمل اكتر او اوسع اكتر. ببتدي ان انا اشوف الماركت كله ماشي ازاي، الناس اللي موجوده في السوق دي كلها ماشيه ازاي وبتتحرك ازاي. ممكن مش بس منافسين كمان ممكن. نعم ده كماركتنج. ده كماركت ماركت اناليسز. تمام قول تاني كده. كنت بتكلم ان الماركت اناليسز اعم واشمل بيبقى اوسع اكتر بحيث ان انا ببتدي ان انا اشوف الماركت بشكل عام ماشي ازاي واتجاهه ايه والدنيا ماشيه فيه ازاي. الماركتنج اناليسز ببقى بانالايز على حاجه معينه عندي، حاجه معينه في الماركت نفسه. ده اللي قصدي عليه وبالذات في الجزء الماركتنج منه، يعني الناس بتشتغل ماركتنج ازاي او الماركتنج ماشي ازاي. تمام. حد تاني عنده اي اجابه؟ يعني ممكن نقول واحد عام وواحد خاص زي ما قال مصطفى ولا محمود مش عارف اللي تكلم قبل مصطفى. طيب بص مصطفى. هو نفس يعني اللي ممكن انت قلت نقول واحد عام واحد خاص تقريبا ما هيك بالظبط كده نفس اللي انت قلته يا مصطفى بالظبط بس العكس. يعني لما انا بشتغل ماركت اناليسز تمام انا بعمل اناليسز للسوق بس السوق ده بفهم السوق ده ماشي ازاي وتفاصيل السوق كماركت تمام. انما كماركتنج انا بدرس السوق او بعمل اناليسز للسوق وللبرودكت للكاستمرز للديسيشن ميكرز لكل التفاصيل اللي انا بشتغل عليها جوه الماركتنج نفسه او طريقه التسويق للسوق ده ماشيه ازاي او للاندستري ماشيه ازاي. فهو نفس اللي انت قلته يا مصطفى بالظبط بس بيختلف العكس. يعني انت حطيت الماركتنج مكان الماركت والماركت مكان الماركتنج. صح انا اتلخبطت بس ممكن تعيد البوينتس بتاعه الماركتنج اناليسز زي الديسيشن ميكرز وكده ممكن تقولهم مره ثانيه. بص الماركتنج هي اعم واشمل من الماركت. لما انا بشتغل على الماركتنج فانا بدرس اشياء كتير جدا مختلفه. ببتدي ادرس ايه السوق نفسه ماشي ازاي او الاندستري دي السايكل فيها ماشيه ازاي. بدرس الكومباتيتيف نفسهم المنافسين ماشيين ازاي او طريقه المنافسين في الاندستري ماشيه ازاي. ببتدي ادرس الكلاينتس او العملاء في السوق دول طبعا جميع تفاصيلهم بكل الديسيشنز بتاعتهم مين اللي بياخد الديسيشن ميكر او الديسيشن ميكر في المجال ده ازاي. ببتدي اشتغل على زي ما قلت لك الكاستمر اناليسز. ببتدي اعمل للكونسيومر نفسه اناليسز. ببتدي اشتغل على الادفرتايزنج بشوف بيعملوا اعلانات ازاي اندور او الدور اوفلاين تراديشنال اونلاين ايا كان. ببتدي اشتغل على البرودكت اناليسز. ببتدي اعمل اناليسز للبرودكت نفسها ازاي. ببتدي اشتغل على الديستريبيوتر اناليسز بشوف طرق التوزيع بتمشي ازاي
في الاندستري دي، بشتغل على السيلز، طريقة البيع نفسها، هما بيبيعوا ازاي، بيبيعوا دايركت ولا اندايركت، بيبيعوا عن طريق ديستريبيوتر ولا بيبيعوا اونلاين ولا بيبيعوا ازاي. ببتدي اشوف الانفايرمنت بالنسبة للسوق ده ماشية ازاي وما الى ذلك. هو في 6 حاجات بتختلف عن الماركت من الماركتنج، تمام؟ بس هو ده الفرق ما بين هنا وما بين هنا. تمام زي الفل. تمام. طيب لما انت تعالوا كده نتكلم كده او نفتكر مع بعض كده او نفكر بعض، لو انت هتعمل اناليسز ممكن تعمل اناليسز لايه؟ اللي هيعمل اناليسز يعمل اناليسز ليه؟ معلش مرة تانية عشان النت قطع. السؤال ايه؟ لو انت هتعمل اناليسز هتعمل اناليسز ليه؟ على حسب انا عايز ايه، انا الاوبجيكتيف بتاعي ايه. طيب ماشي، حط اوبجيكتيف واعمل عليه اناليسز. ايه الاوبجيكتيف اللي انت هتشتغل عليه او هتعمل اناليسز ليه؟ ممكن اشارك؟ وأي حد ممكن يشارك. تمام. هو أنا عايزة أعمل أناليسيس أو لمكان المفروض إن هو تطوعي، بيعمل محاضرات وكورسات مجانية، تمام؟ والفترة دي إحنا علينا مشكلة إن عدد الناس اللي بتحجز وبتحضر قليل جدا، فإحنا كنا محتاجين إن إحنا نعمل تحليل للمشكلة دي أو للوضع اللي إحنا بقينا فيه. تمام كده يعني. انا ماشي صح؟ كده تمام يعني. الناس المفروض عدد الحجز قل. يعني احنا دلوقتي شغالين اونلاين بس على ابلكيشن زوم وكده، بس لقينا ان الفتره دي يعني الشهر ده والشهر اللي فات عدد الحضور قل جدا، تمام؟ فاحنا بدانا عايزين نبحث عن الموضوع ده. فانا كده باللي فهمته من اللي حضرتك شرحته ان انا بحدد الهدف ان عدد الحضور قليل، انا عايز اعرف عدد الحضور قليل ليه، تمام؟ تمام. فانا لما قلت هنحط اسئله جه في دماغي فكره ان احنا انا ممكن اعمل زي فورم واحطها على البيج وانزلها على الجروبات اللي بتحصل عليها المحاضرات والناس تملاها ونفهم هم ليه مثلا بيختاروا النشاط بتاعنا، ايه المميز او ايه العيب والحاجات دي كلها. احط بعض الاسئله اللي انت قلت اللي احنا من خلالها نقدر نعرف الاجابات دي هتوصل لي للهدف بتاع الاناليسيس. الفكره دي كويسه؟ لا تمام جدا كويس. طب هل الناس دي موجوده على البيتش بس؟ لا، واحنا لينا بيج ولينا تليجرام وعاملين جروبات واتساب، يعني لينا حاجات كتير جدا الناس متواجده عليها. تمام. بنبتدي بقى تنشر الموضوع او الفكره من خلال كل التشانلز دي او اي تشانلز تانية يعني، بتبتدي بقى من خلال وبعد كده بتشتغلي عليها ومنها بقى بتبتدي تكمل البروسس اللي احنا قلناها على طول، تمام؟ فده نوع من انواع الاناليسز اللي انت ممكن تشتغل عليه وبعد كده تبني عليه بقى ديسيشن. طبعا لو نفترض مثلا الناس كلها قالت لا ده انتوا عندكم انستراكتور مثلا مش كويس، تمام؟ خلاص بتبتدي بقى تاخد ديسيشن الانستراكتور ده مع السلامه، باي باي، تفضل توكل على الله. تاخد بقى معاه ديسيشن انت لا في شكاوي فانت المفروض في مثلا، بتبتدي بقى تاخد ديسيشن على حسب الجزء اللي حصل او الدنيا مشيت ازاي او كده. تمام. طب انا كنت في حاجه كمان حابه، حضرتك قلت المصادر اللي انا من خلالها اقدر اعرف اعمل البحث بتاعي صح ازاي. كان في ممكن قلت حضرتك ممكن الاليه ان انا اعمل فورم والناس تجاوب واحط اسئله فيها، والمصادر اللي هي ممكن احنا عندنا داتا قديمه لايفنتات كنا بنعملها وكورسات وشتات حجز عليها ارقام بالالاف، ممكن ان احنا نبعت لهم الحاجات دي على الايميل مثلا او ان احنا نبعتها لهم على الواتساب ونعرف مثلا نفكر الناس دي ان هي ترجع تاني ان احنا بنفكرهم ان احنا عندنا محاضرات كل شهر وكده ونبعت لهم الجدول. طيب انت ممكن تعمل حاجه تانية بقى يعني، بما اننا بنفكر او بناخد كيس علشان نقدر المعلومه توصل اكتر، انت ممكن تعملي حاجه كويسه، ممكن تتخلي الناس دي تملى الابلكيشن
اللي هو الداتا اللي انت هتحط فيها الاسئله بتاعتك، وبناء عليها تاخد خصم 15% على اي كورس هم يختاروه. في الحاله دي انت هتبني لويالتي للناس، هتجمع البيانات اللي انت محتاجاها، هتعملي كونفرجن على المكان عندك، الناس اكيد هتتشد وما الى ذلك. فيبقى انت جمعتي وفهمتي وخدتي الديسيشن، وفي نفس الوقت عملتي كونفرجن، فانت مستفاده في كل الاحوال. طب لحظه، حضرتك قلت ان انا هعمل لهم زي عرض خصم 15%، او احنا اصلا نقدم حاجه مجانا 100%؟ مجانا 100%. بتشوفي لهم بنفيت ايا كانت البنفيت، شهادات، هدايا، اي بنفيت انت ممكن تقدميها. يعني حتى لو انت بتقدمي الكورس مجاني، فاكيد في بنفيت هم هيتشدوا ليها. ما في كذا حد. طب نرجع هنا خطوه تاني لورا. انا ممكن اقول فكره. ماشي اوكي، بس هقول النقطه دي وخش. دلوقتي انت بتقدمي حاجات فور فري، ما في ناس كتير تانية بتقدم نفس الحاجه دي فور فري، فايه اللي يميزك عنهم؟ تمام تمام، فانت دي حاجه تاخدي بالك منها. ماشي. قول يا مصطفى. طيب هو انا بس هقول على حاجه. انا شايف ان في اكتر من حاجه المفروض نسال، نحط الاسئله فيهم. يعني مثلا ممكن نسال عن الكاركترز، هل كويسين ولا لا، هل الماده اللي بيقدموها كويسه ولا لا، هل اصلا الاعلان عن الكورس نفسه محطوط الاعلان كويس ولا لا، الكونتنت المكتوب او الكوبي اللي مكتوبه علشان تعلن او تشجع الناس ان هي تخش الكورس كويسه ولا لا، ولحد قد ايه. وكمان ان هم يعملوا حاجه، كان مصطلح تقريبا اسمه فيك ايجنت، ان انت تدخل في كورسز للناس الكومبيتيتور وتشوف الانستراكتور بتاعهم عاملين ازاي، التنظيم بتاعهم ماشي ازاي، والكلام ده كله. وكمان تعمل سوات كده بعد الاناليسيس دي، تعمل سوات تشوف انت ايه الفرص اللي انت ممكن تشتغل عليها. الحته بتاعت ان انت تطلع شهادات دي حلوه جدا، وفي ناس كتير بيفرق معاها. ولو هنضيف حاجه تانية في رايي، ان انت تعمل باكج او تعمل زي تجميعه كده لمجموعه معينه من الكورسز، علشان لو انت مستهدف مثلا ناس طلبه او كده، فاحنا شويه بيبقى عندنا لخبطه في اختيار الكارير بتاعنا، فبيبقى عايزين اكتر من حاجه. فانت لو جمعت اكتر من كورس، عملت باكج معينه بتدريب كده معين في المحتوى او في المجالات، على اساس ان هو يخرج. ودي حاجه مش موجوده في كتير من الـ من الـ من الـ من الاكتيفيتيز او الحاجات اللي بتقدم كورسات، بيقدم كل كورس لوحده، ان انت ممكن تجمعهم مع بعض. شكرا ليك جدا. شكرا شكرا يا بس انت فتحت معايا الدنيا خالص يعني. بجد ادخلي على الجروبس بتاعه الشباب وبتاعه الحاجات، المحاضرات والكورسز المجانيه، وشوفي الناس بتتكلم ازاي، ولما بينزل كورس بيسالوا على ايه، وايه الحاجات اللي بعليها انجيجمنت كتير وليه، وايه الحاجات اللي مبقاش عليها انجيجمنت كتير ولا حد بيعبرها وليه برده. ده في معاك. طيب وياسمين برضو بتوضح لك برضو، يعني الناس اللي معنا بتتكلم في الشات برضو بتوضح حاجات مهمة. ياسمين بتقولك هو لازم فعلا تتكلمي في ميزة تنافسية، انت مستك التنافسية ايه، وبرضو الوقت مهم. انت حاليا مثلا في اوقات امتحانات، فممكن يكون فعلا الوقت انت شغالة فيها دي انت عندكيش مشكلة، بس المشكلة نفسها في ان ده وقت امتحانات. تمام، فانت تحاولي تشوفي تقدمي سيرفيس او برودكت او حاجه تكون خاصه باوقات الامتحانات، عشان تبقى انت تقدر تحققي بنفيت او عوائد ايا كانت، حتى لو هي حاجه نون بروفيت تحققيها على المكان اللي انت شغاله فيه، او تحققي الاوبجكتيف بتاع المكان اللي انت شغاله له يعني. تمام. شكرا ليك، شكرا لكم كلكم، جزاك الله خير. تمام. هو من ضمن الحاجات كنت حابة ان انا اضيفها في الاناليسيس اللي انا كنت اعملها، اللي هو الاستاذ مصطفى اشار ليها، فكرة ان انا اشوف الناس على الجروبات بتاعت الكورسات وجروبات الشباب، دي نقطة. وبرضه اشوف فكرة اهتمامات الناس وسلوكياتهم ايه. يعني احنا مقارنة بفترة مثلا وقت الحظر في الشهور دي كان بيحضر عدد كبيرة جدا من الناس، وشوف الحجز، سواء الناس بتبقى حاضرة على زوم مستنية وقت المحاضرة، كان بيحضر لنا ناس من دول عربية وعرب مصريين عايشين في دول أوروبية كمان. بس انا لما جيت اقارن لقيت فعلا الاهتمامات في الفتره دي مختلفه. يعني في ناس طبعا الامتحانات اللي احنا بنترجت الشباب اكتر، وفي نفس الوقت تحس ان الناس جالها زهق وملل من اللي هو المحاضرات. الناس كلها كانت اصلا وقت الحظر كانت حتى يودمي وكل المنصات دي بدات تفتح الفور فري، فالناس كلها حضرت حاجات كتير في كل حته. فممكن مثلا نعمل زي مسابقات مثلا على البيج عندي، مثلا تلخيص كتاب، او نقعد نفكر في المسابقه ايا كانت هي ايه، والناس تشارك فيها بدل ما فكره ان هي تبقى محاضرات بس.
تمام. انت كمان ممكن تشتغل على فكرة ان الكورسز نفسها اكتيفيتي، مش كورسز يعني. يعني ممكن تشتغلي عليها كأنها برضو نفس الفكرة ان هي كورسز اكتيفيتي. يعني مثلا ممكن تعملوا حاجة تانية، ممكن تنزلوا حاجة في مكان واسع او الدور، فاهمة؟ يعني تحاول تشوفي. ممكن تلغي كلمة كورسز اصلا وتبتدي ان انت تشتغل ان هي انترنشيب، وتبتدي ان انت تشتغل معاها، تغيري الاسلوب شوية بتاع الشرح او الحاجة، وان هي تبقى انترنشيب. والانترنشيبس مش كتير بس الكورس كتير. تمام بالظبط. طبعا بيزد على الاناليسز بقى هتبتدي تفهمي كل التفاصيل، وبناء عليها تحطي بقى ايه الحاجات اللي انت محتاجه بقى تشتغليها. لا انا محتاجه ازود في الحته دي، محتاجه اقلل في الحته دي يعني، وبناء عليها تبتدي تحددي بقى الدنيا بالنسبه لك هتمشي ازاي. تمام، شكرا جدا لكم. تمام. في حد عنده اي كيس تانية؟ استاذ محمود، انا عندي سؤال، بس ممكن انتوا شرحتوها وانا فاتني بسبب اني تاخرت عن الجلسه. لا قول. ان احنا ايمت بنعمل اناليسز، وهو يعني عملية دائمة ولا كل فترة بنعملها ولا كيف يعني؟ ونحن ايمت نضطر نعمل اناليسز، ولا نحن على طول نحن بحالة تحليل سواء للبزنس تبعنا او للبزنس المنافس يعني؟ تمام. انت ايمت بتعمل اناليسز؟ بيكون ليها حالات ويكون على شكل دائم. يعني انت وقت بتعمل لها اناليسز بشكل دائم من غير ما انت تكون من غير ما انت تكون عامل لها هدف، تمام؟ وبناء على كده انت بس بتبقى شغال في نقطة معينة اللي هي نقطة الحصر، تمام؟ اللي هو انت بتجمع داتا، بتجمع بيانات، بتجمع معلومات، تمام؟ في حين ان انت حطيت لها اوبجكتيف فدي بتبقى مؤقتة، ما حطيتش اوبجكتيف بتبقى مش مؤقتة. يعني في نوعين دلوقتي، انت هتشتغل ان انت تعمل اناليسز، فالاناليسز دي بناء على ان انت ايه بتعمل حصر دائم، زي مثلا انت بتعمل مثلا تجميع بيانات للعملاء، بتجمع مثلا دايما معلومات عن سوق السيارات مثلا انت شغال فيه، او سوق الملابس، او ما الى ذلك. فدي حاجات بشكل دائم لكن ملهاش اوبجكتيف، تمام؟ طب لو انت حطيت اوبجكتيف فهي بتبقى حاجه مؤقته، لان انت لما دام حطيت اوبجكتيف يبقى هيجي لها وقت وتنفذها، فدي بتبقى حاجه ليها هدف. طيب تعالى كده ناخد مثلا اكزامبل هنا واكزامبل هنا. لو انت مثلا شغال مثلا بتبيع منتج او سيرفيس، فانت عشان بتشتغل فانت دايما بتعمل اناليسز لحاله العملاء اللي بيجي يشتروا منك، فانت بتجمع بياناتهم زي ايميلاتهم، ارقام تليفوناتهم، وما الى ذلك. فدي بتبقى حاله مستمره. طيب لو انت مثلا حاطط اوبجكتيف معين، مثلا انت شغال مثلا بتعمل ماركتنج بلان، تمام؟ فتبتدي بالسيتويشن اناليسز او تعمل اناليسز، فهنا يبقى انت عندك الماركتنج بلان دي هتتحط ليها اوبجكتيف، او السيتويشن اناليسز او الاناليسز اللي انت بتعمله هيتحط ليه اوبجكتيف، فبتبقى حاجه مؤقته وبناء عليها بتشتغل، تمام؟ طيب الحالات بقى اللي انت بتحط فيها اناليسز امتى، تمام؟ بشكل مؤقت، لو انت هتعمل ماركت ريسيرش، لو انت هتعمل ماركت اناليسز، لو انت هتعمل ماركتنج اناليسز، لو انت هتعمل برودكت اناليسز، لو انت في اي معلومه او اي حاجه محتاج توصل لها فبتعمل لها اناليسز عشان توصل لها، تمام؟ وبناء على كده بتحط الهدف. فهي ملهاش هدف معين، هي ليها حاجات معلومه عامه وليها حاجات مفتوحه يعني. طبعا. طيب هو الاناليسز يعني بس غاياته تسويقيه؟ يعني ممكن مثلا يكون له غايات تانية لا غير التسويق؟ لا، احنا كنا بنتكلم في الاول ان الاناليسز ممكن يكون شخصي نفسه، ممكن يكون حد رايح يشتري اي حاجه عادي جدا، واحد رايح يشتري موبايل، تمام؟ فبيبتدي ان هو يبتدي يعمل اناليسز، بيعمل اناليسز، بيمر بالمراحل من غير بشكل لا ادراكي او لا واعي، ان هو بيجي يجمع انفورميشن الكومبير والبرايس بالظبط، يجمع المعلومات، بعد كده يبتدي يبتدي ان هو يقارن ما بينهم. وطبعا بيتدخل في الوقت ده الجزء بتاع العاطفه والسايكولوجي والانفايرمنت وما الى ذلك، والاشخاص المؤثرين وما الى ذلك، المؤثرين في شخصيته، زي مثلا حد بيشتري، لا هو ده بياخد راي صاحبه، بياخد راي باباه، بياخد راي اخوه وما الى ذلك. او مثلا خلاص هو خلص الجزء بتاع
المقارنات وما الى ذلك، ويطلع البيانات وخلاص جمع الداتا بتاعته والبيانات بتاعته وحولها المعلومات في دماغه، بيبتدي على اساسها يبتدي ياخد بيبتدي ياخد قرار يعني. هو بيكون في له قسم مخصص بالشركه تحقيق الاناليسيس، وبيكون بيتواصل مع كل الاقسام ولا كيف؟ على حسب حجم الشركه. لو حجم الشركه كبير تمام، والشركه عالميه او شركه ليها شغل كتير وبيانات كتير وبتحتاج ناس كتير، فبقى بيكون ليها قسم مختلف، بيكون قسم ريسيرش والاناليسيس، وبيكون جزء تابع للماركتنج تيم تمام. انما لو هو لو هو شركة صغيرة فبتبقى طبعا طبيعة حجم اعمالها صغير، فمش هتحتاج ان هي تجيب يعني ناس كتير وتعمل اقسام مختلفة، في حين ان هو لو عملت ده هيبقى اصلا القسم بتاع الماركتنج كله اكبر من قسم الشركة كله. طبعا مش يقدر يحط تكاليف وتكاليف ريسيرش نفسها وتكاليف عمالة وما الى ذلك، يعني كل واحد على قده يعني على حسب الشغل تقريبا. على حسب حجم الشغل. واضح يعني على حسب حجم الشغل انت بتبتدي تشتغل، يعني بتبتدي تحدد انت هتبني تيم ولا انت هتبني يعني هتشتغل ازاي يعني، او انت المفروض هتمشي ازاي. واضح، يعطيك الف عافيه. تمام. طيب في الجزء ده في او في بالنسبه لجزء الاناليسيس كده، في اي اسئله تانية او اي تفاصيل تانية؟ بعد ما بخلص مثلا، لو انا يعني لو انا في تيم والتيم ليدر مثلا هو اللي طالب مني الاناليسيس دي، فانا بعمل ريبورت بحط فيه بقى كل البوينتس دي وانا وصلت فيها لايه، صح مش كده؟ يعني مثلا الريبورت بتاعي بقول مثلا اللي كان الاوبجكتيف كذا كذا، وكانت الكي بي ايز بتاعتنا كذا كذا، واحنا وصلنا للداتا اللي عامله كذا كذا، وده معناه ان هو كذا كذا، صح؟ بالظبط. وبتبتدي تعمل سجست للديسيشن، وبعد كده بتتناقشوا فيها، وعلى اساسها بترفعوا ريبورت للبزنس، والبزنس اونر او البزنس تيم بيبتدي ياخد ديسيشن على هذا القرار يعني. تمام زي الفل. طبعا لو انتوا عاملين الاناليسيس دي عشان دراسه منتجات مثلا، وطلعتوا مثلا مشكله ان المنتج بتاعنا مثلا بيخرج بمثلا بباكجنج مثلا معين، ولا السوق كله واخد باكجنج مختلف، فبتبتدي تطلع قرار. بس طبعا مش بترفعه بقى للبزنس، انت مثلا بترفعه مثلا لقسم البروجكت مانجر مثلا، او الاوبريشن مثلا، او 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 الناس اللي مسؤوله عن الجزء بتاع ال برودكت ديفلوبمنت، الانتاج اصلا يعني الجزء بتاع الانتاج، لان انت بتطلع منتج او انت شغال على منتج تمام، او تفاصيل معينه تمام. ايه تاني؟ اي اسئله في جزء الاناليسيس ده؟ سواء طبعا احنا ممكن يا جماعه ممكن نعمل اناليسيس انترنال، يعني ممكن تعمل اناليسيس للقسم نفسه تمام، زي مثلا ان انت معاك قسم تيم معين وتبتدي تعمل له اناليسيس مين شغال مين مش شغال، تعمل مثلا اناليسيس لحجم المبيعات بتاعت الشركه، تعمل اناليسيس لحجم إنتاجية القسم، تعمل أناليسيس يعني الأناليسيس كده كده في أي حاجة أنت ممكن تشتغله، وفي أي حاجة ممكن تعمله، ممكن تكريت أي تمبلت لأناليسيس أنت شغالها يعني. في سؤال هنا مسألة بتقول طيب لو مثلا نشاط فردي مثلا عيادة أو مكتب أو نشاط فردي، لو عايز أعرف إزاي أزود عدد العملاء يبقى إيه الحوارات، إيه الحوار بتاعي في التحليل اللي أسأل عليه؟ طب انا محتاج اعمل مثلا ازود الـ عدد العملاء ده، يبقى انا بشتغل على اناليسز للماركت نفسه تمام، يعني بشوف الاناليسز ده السوق اللي انا شغال فيه اصلا، السوق اللي انا شغال فيه المفروض عدد ممكن يكون عدد العملاء ده
مش هو العدد القليل ده العدد الطبيعي. يعني انا عرفت منين ان ده العدد فعلا المفروض يجي لي، او انا فين الاوبجكتيف؟ يعني انا الاوبجكتيف عايز ازود عدد عملاء. طيب فانا المفروض بعمل سيتويشن اناليسيس. يعني ايه سيتويشن اناليسيس؟ برفع حاله لكل التفاصيل، انا ببيع ايه وما ببيعش ايه. برفع سيتويشن اناليسيس عن الكومباتيتيف، مين بعمل الاناليسيس عن العملاء بتوعي، انا مستهدفهم صح ولا لا، وعددهم كام، والتفاصيل بتاعتهم. بعمل اناليسيس عن كل حاجه. ببتدي اخد او المحاور ان انا بشتغل على البيزنس، اشتغل على بيزنس بلان. والبيزنس بلان بتبتدي بالاناليسيس. كل الاناليسيس اللي في البيزنس بلان هي تنفع معاك، يعني هي تنفع في الكيس دي او في الحاله دي، عشان في البيزنس بلان تبني اوبجكتيف اللي هي بتاعت ان انا ازود عدد العملاء. تمام. بس يعني ودايما انا مش تزياده عمل عدد العملاء دي حاله كبيره جدا وحاله واسعه جدا. انا ممكن عدد العملاء ده بنسبه قد ايه، انا ممكن اشتغل على ان انا اوسع الماركت سايز، تمام، او ان انا اكبر الـ 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 الشريحه بتاعتي او شريحه العملاء بتوعي. تمام. ف بالذات كمان في جزء الاطباء، يعني ان الناس مش بتعيا، اللي بيعنا مش بيعيا كل يوم او بيعيا بشكل دائم وما الى ذلك. دايما العميل بتاعكم متغير ومتجدد. تمام. فانت محتاجه تحددي اوبجكتيف تكون محدده بشكل كبير جدا جدا وبناء عليها تشتغل. فهل في بيزنس بلان تبني عليها اناليسز ان العملاء ازاي كتير او بشكل قليل؟ هل انت متاكده ان العملاء دول قليلين، او العملاء دول كتار، او العملاء دول مناسبه للشريحه اللي انتوا واخدينها، او انتوا مستهدفين تعلوا اكتر من كده في عدد العملاء فمحتاجين تعملوا ايه؟ فانت بتعملي سيتويشن اناليسز، يعني انت اناليسز كامله جدا شامله البرودكت والماركت والبرودكت اللي بتقدموه او السيرفيس اللي بتقدموها، والتفاصيل بتاع الكومباتيتيف، والتفاصيل بتاع التارجت اودينس بتاعكم، والكلام ده كله. وبعد كده بنبتدي ان احنا نشتغل. فانت بترفعي حاله كامله لكل ارجاء البيزنس. تمام. انا بس عايز حضرتك لما تخلص توضح لي البوينت بين الماركت والماركتنج تاني عشان متلخبطه فيه. تمام جدا. بصي يا ياسمين، هوضح لك حاجه دلوقتي. احنا عندنا بنشتغل على الماركت اللي هو السوق، الماركتنج اللي هو التسويق. طب الماركت دي لما انا بشتغل عليها او بعمل لها اناليسيس، فانا بحلل كل جزء في السوق ده. كل جزء في السوق، يعني السوق ده بيبيعوا فيه ازاي، والسوق ده المنافسين فيه مين، السوق ده شغال ازاي، هل السوق ده بيتقدم وبيتطور ولا السوق ده نايم، السوق ده ايه بالظبط. ببتدي ارفع حاله كامله عن السوق نفسه. طيب لو انا هشتغل بقى ماركتنج اللي هو تسويق، لو انا هشتغل ماركتنج كتسويق، ببتدي ارفع الاناليسيس كامله بشكل كامل بما يتضمن او باللي بيتم او اللي بيزيد عن الجزء بتاع الماركت، ان انا بضيف الجزء بتاع العملاء نفسهم. ببتدي اعمل اناليسيس للعملاء نفسها، وببتدي اشتغل على ان انا اعمل اناليسيس للمنافسين. طبعا زي ما قلنا في الماركت بتبقى برضه موجوده في الماركتنج. ببتدي اعمل اناليسز عن السيلز، ببتدي اعمل اناليسز عن التفاصيل بتاعه الانفايرمنت او البيئه بتاعه العملاء. ببتدي اعمل اناليسز عن طريقه الاعلانات والاعلان، ان المنافسين بيعلنوا ازاي عن منتجاتهم وما الى ذلك، والتفاصيل دي كلها. ببتدي اعمل اناليسز عن البرودكتس اللي موجوده في السوق نفسها. في الماركتنج بيبقى اعم واشمل من الماركت نفسه. في الماركت انا بدرس السوق بس، في الماركتنج انا بدرس السوق بما يحتوي كله من عملاء، بطريقه بيع، بطريقه تسويق، بطريقه توزيع، بتفاصيل المنتج، بالتفاصيل دي كلها. تمام. ده كده الفرق ما بين ده وده. بالصوت في مشكله عندك انت بس ولا عند كله؟ مش عارف. الصوت تمام. أنا تمام. تمام كده. في حاجة عندك يا ياسمين تقريبا. طيب ايه الفرق ما بين بتقول فاطمة بتقول ايه الفرق ما بين التحليل اللي حضرتك شرحته والسوات اناليسيز؟ السوات اناليسيز هي تول
مش نوع من انواع ال مش نوع من انواع الاناليسز. خلينا فاهمين ان في ادوات بنعمل بيها اناليسز او قواعد بنبقى ماشيين عليها عشان لما نيجي نعمل اناليسز نبقى فاهمين. في حاجه اسمها ال اس تي بي، تمام، ده نوع من انواع الاناليسز. في حاجه اسمها سوات، في حاجه اسمها بيستل، في حاجات مثلا اسمها مثلا زي البيزنس موديل كانفاس او الاناليسز بتاعت الكانفاس، في مثلا حاجه اسمها اي بي سي موديل، تمام. في تولز كتير جدا 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 جدا، تمام. فانا لما اجي اعمل مثلا اناليسز، او انا ممكن مثلا استخدم سوات اناليسز، ممكن لو انا مثلا هدرس السوق فانا مثلا بستخدم قاعده بيستل، لو انا مثلا هستخدم مثلا ان انا اشوف الكاستمر بيهيفير والجزء ده، او هعمل اناليسز مثلا عن اهتمامات العملاء، او فانا بستخدم الاي بي سي موديل، تمام. فانا بشوف الاوبجكتيف ايه وبشوف التولز اللي تساعدني فيها ايه، فهو بيبقى على حسب كل جزء انا هشتغله او كل نوع معين من انواع الاناليسز ببتدي احدد التولز بتاعته. طب الانواع دي ايه؟ بتختلف كتير جدا جدا جدا، زي ما احنا قلنا ماركت، برودكت، ماركتنج، شخصي، مثلا بعمل اناليسز للمنافسين، بعمل اناليسز للعملاء، بعمل اناليسز للديستريبيوتر، بعمل اناليسز للمنتجات، بعمل اناليسز للسيرفيس، على حسب بقى، على حسب كل نوع من انواع الاناليسز نفسها ببتدي استخدم لها تول. فالتولز دي بتكون على حسب الاوبجكتيف نفسها، تمام. لو انت جيتي تحطي اوبجكتيف معين بتشوفي هي في انهي اطار، وممكن بقى بعد كده تشوفي بقى ايه التولز اللي هتساعدك في الجزء ده. يعني مثلا لو انا هشتغل على الماركتنج بلان، فالماركتنج بلان، انا هشتغل على اناليسز، فانا هبتدي هشتغل على جزء بتاع السوات اناليسز، هبتدي اشتغل على الجزء بتاع الفايف سي اس، ببتدي مثلا اشتغل في الاناليسز على مثلا 6 سيجما، ببتدي اشتغل على الفور بيز. خلاص انا عارف ان الاجزاء دي هي اللي موجوده في الاناليسز بتاعه الماركتنج بلان، تمام. فعلى حسب كل اوبجكتيف او كل طبيعه اناليسز ببتدي احط التولز بتاعتها او الادوات اللي هتساعدني والحاجات دي، تمام. بس ده اجابه الفرق. هو مش فرق، ده نوع وده نوع، او ده دي حاجه ودي حاجه، دي تول ودي نوع، تمام. يعني اللي انا احنا قلنا دي الانواع والطريقه، انما الصوت دي تولز، تمام. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا لله. ايه تاني؟ حد عنده اي سؤال تاني او حاجة تانية؟ استاذ محمود، هلا الاناليسز ممكن ينتج عنه داتا او قرار؟ لا، هو بينتج شيء ثاني غير هالشغلتين هدول. هو بينتج عنه داتا، والداتا بنحولها للانفورميشن لمعلومات، وبنبتدي ناخد على اساسها القرار، تمام. يعني اي اناليسز لازم بتيجي منها داتا، واي داتا لازم بتحولها للانفورميشن، واي انفورميشن بتحولها للجزء للقرار. وصلت. طيب لنفرض انه ما قدرنا نوصل للقرار، يبقى انا في الاناليسز مع وجود الاناليسز اللي عملتها فيها غلط داتا، يبقى الداتا اللي انا جبتها ناقصه، هيك بنعتبر انه الداتا ناقصه. ممكن الداتا ناقصه، ممكن استهدافه غلط لنوعيه الاناليسز اللي بعملها، ممكن يكون في حاجه غلط. لازم يبقى انا ارجع بقى كده خطوات لورا، وابتدي اشوف الكيس نفسها اللي اشتغلتها ايه، وابتدي على اساسها اشتغل. تمام. خلوة بتقول بتسال على الادوات اللي المفروض نشتغل عليها عشان نعمل اناليسز. الادوات كتير جدا على حسب الاوبجكتيف. الادوات دي بتكون قواعد في الماركتنج كله. احنا لو قعدنا نتكلم في الادوات زي سوات اناليسز، هي اشهرهم السوات اناليسز والجزء بتاع السوات، بس في حاجه كتير جدا. انا فعليا بحاول الفتره دي او خلال الشهر ده، مع ان اعتقد كمان ان الشهر ده مش هيقضي، ان انا بنزل القواعد، مش عارف انت شفته ده، لا، بنزلها على الجروب وبناء عليها بسيب الناس تعمل شير،
ومن السيرش الناس تحاول توصل عشان المعلومة توصل لهم بشكل أسرع. بعد كده بكتب التفاصيل، كان آخرها تقريبا ABC model والناس اتلخبطت فيها شوية، بعد كده صححتها. فهي هتلاقي في تولز كتير، كل خطوة أو كل حاجة بنعملها في الماركتينج فهي ليها تول أو ليها قاعدة، تمام؟ يعني أنا لو هعمل أناليسيس فهي ليها قواعد، لو أنا مثلا هعمل استراتيجي فهي ليها قاعدة، لو أنا هعمل مثلا أكشن بلان فهي ليها قاعدة، لو أنا مثلا هعمل تفاصيل مثلا أي هعمل أدز فهي الأدز ليها قواعد أو ليها تولز، كل حاجة ليها تولز. فأنا عشان لو حصرنا التولز لأ هتبقى كتير جدا 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 كمان، يعني كل حاجة ليها تولز، مفيش حاجة في الماركت ملهاش تولز، تمام؟ التولز دي طبعا ممكن تكون حاجة الكترونيك مثلا، أو حاجة داتا مثلا، زي إن أنا بعمل مثلا بفتح ويب سايت أو بسوق بدرس من عليه مثلا التولز دي، أو إن أنا اكستنشنز مثلا أو إضافات معينة بضيفها وابتدي أشوف منها التفاصيل أو أي حاجة. ممكن تكون لأ تول معينة زي سوات أناليسز، زي مثلا STP والحاجات دي. فممكن اي حد فيكم شغال على اساس معينه ومحتاج لها تول يقول لي، وانا اشوف له التولز ايه، او اقول له اه التولز اه دي بتشتغل عليها كذا، او التولز بتاعتها كذا يعني. تمام 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 هلا انا عندي سؤال اخلاقي شوي. سؤال ايه؟ يعني الاناليسيس نفسه بيحب يعني بيبرر لي انه اجيب داتا بطرق غير شرعية، ولا هذا بص هقول لك، انا يعني لا هذا ممنوع، ولا يعني هقول لك على حاجة. يعني مثلا تجسس على مبيعات المنافسين، مثلا بيحق لي مثلا اروح على شركة منافسة ومثلا ادفع للموظفين بتاعهم بص. وأخذ البيانات بتاعهم، ولا طبعا هو مش سؤال علمي، سؤال أخلاقي. بص هقولك على حاجة، هو على حسب الطريقة وبما يرتضي نفسك يعني. بص هي ممكن دي مثلا لو حد مثلا عمل كده، ممكن مثلا حد تاني يقولك لا دي رشوة، تمام؟ انت بترفي الموظفين عشان يدوك بيانات، تمام؟ فحد تاني ممكن يحسبها لا انت دي مش رشوة، انت بتحاول تشوف مصالحك وتحاول تشوف شغلك، تمام؟ فهو انا ممكن افسرها لك بتفسير، حد تاني يفسرها بتفسير تالت، هو كل واحد على حسب ما بيفسرها. لكن انت بتحاول في البيزنس على قد ما تقدر تبقى اخلاقي، وفي نفس الوقت تبقى انت بتعمل حاجة بترتضيها نفسك يعني. زي بس خلينا فاهمين وعارفين ان كلنا بلا استثناء البيانات بتاعتنا في الشارع يعني، كل واحد بياناته اصلا موجوده يعني، اي حد محتاج يوصل لانفورميشن عن اي حد هيجيبها ايا كان هو مين يعني، تمام؟ فيسبوك مع بياناتنا كلها مثلا، كل يعني كل الشركات مليانه، حتى مثلا في كل التخصصات بتاعت التسويق مثلا فيها كل الاجزاء ده. لو انت بتشتغل كونتنت فانت هتروح على كونتنت المنافسين عشان تشوف هما بيتكلموا في ايه، وبناء عليه تطلع من الكونتنت ده تعمل كونتنت تاني. لو انت مثلا شغال في الادز فانت هتشوف الناس دي بتتارجت ازاي، والمنافسه شغاله ازاي، وبناء عليها انت عشان تشتغل عشان تقدر تنافسهم، تمام؟ لو انت مثلا شغال صحيح استاذ محمود، بس احيانا بالشركات التقليديه، شركات ايه يعني شركات التقليدية صعب انك تتجسس عليهم، او صعب انك هو الصوت بيقطع، تجيب مش عارف يعني عندك بياناتهم ولا عندك غير الشركات اللي موجودة على الانترنت، يعني زي ال هو زي الناس اللي فيسبوك. معلش على الصوت عندي شوية هو الصوت بيقطع عندك ولا عندنا؟ لا هو الصوت واضح بس هو بيقطع عندك. تسمعوني الان؟ احنا سامعينك. اه عبد الرحمن احنا سامعينك. اه عبد الله سامعيني انا ولا سامعين استاذ؟ انا سامعينك انت مستر محمود، واضح ان هو عنده مشكله في الانترنت. هو انا سكت هو كده تمام ولا اه احنا سامعينك تمام؟ طب قول. ايوه تمام. انا بقول انه يعني بالشركات اللي التقليديه، يعني مثلا زي وكاله معينه للسيارات، انت بتعرف هذول غالبا ما بيبيعوا على الانترنت، وأنا عايز أتجسس على موضوع بيعهم لسيارة معينة مثلا كامري أو أي نوع من أنواع السيارات، ف
فهي البيانات بتكون يعني غالبا سرية جدا يعني جدا جدا مستحيل حتى ما أتوقع في أداة ممكن نحن نستخدمها حتى نصل للداتا تبعها إنه كم وصلوا مبيعات مثلا في السنة هاي لهالنوع من السيارة. بصوا أنت ممكن حاجة ممكن تحسبها بطرق تانية زي مثلا أنت تشوف أصلا النوع ده من العربية دخل كام مثلا لو أنت في السعودية أو مثلا دخل السعودية كام عربية أصلا منهم تمام، وبناء على ده بتشوف التوزيع جه ازاي بالنسبة للنسب وتناسب على حسب أكبر الناس في السوق تمام، وبناء عليها بتفهم بشكل تقريبي تمام يعني فهو يعني بناء على بيانات الجمارك يعني بالظبط يعني هو أي خطوة هتلاقي في خطوة بعدها تفهمها أو خطوة بعدها، الخطوة اللي قبل اللي أنت قلتها هي اللي أنا قلتها دي. طب الخطوة اللي بعدها تشوف عدد الناس اللي اشترت واشترت منين، تعمل سيرفي كده تشوف الناس دي معاها مثلا العربية مثلا هوندا مثلا فانت تشوف مثلا نيسان مثلا، نيسان كام حد معاه نيسان، وتجيب بيانات الناس اللي معاها نيسان وتعرف منهم هم اشتروا منين تمام. فانت يا اما هتلاقي خطوة قبلها تعرف منها المعلومة يا اما هتلاقي خطوة بعدها. أو هو ممكن كمان في مصدر تاني يبقى فيه اصلا شركات بتبقى تخصصها بس الماركت ريسيرش، بيبقى عندهم داتا ضخمة جدا وبتبتدي ان انت تشتري منهم الداتا دي. ده اول جزء. او الجزء التاني ان في موجود شركات موجوده في الوطن في العالم العربي يعني هالشركات موجود. وكمان في بعض الشركات بتتبع اسلوب تاني ان هو يبتدي ان هو يعرض على حد من الموظفين في الشركه التانية او المنافسه او اللي هي الشركه الكبيره، مش ان هو يسرب له داتا لكن ان هو يبتدي ان هو يجي يشتغل عنده ويبتدي ان هو يستفيد من الاكسبيرينس بتاعته او الخبره القويه بتاعته في الشركه التانيه، ان هو يدعم عنده يجيب موظف شاطر. زي مثلا ما انت في نادي شاطر، انت نادي في لعيب كويس، فانت بتبتدي ان انت تاخد اللعيب ده عندك او تشتريه او ايا كان، وبناء على ده تاخد المعلومات كامله من عنده. يبقى انت خرجت من اي نقاط انت ومش بس جبت داتا، لا انت جبت اللي بيعمل الحاجه اصلا. بالنسبه هذا يعتبر امر شرعي، أنا انت جبت موظف عندك وشغلته ملوش علاقة بقى. عادي يعني ما في اي مشكلة. لا ما في اي مشكلة. تمام. انا اسف يعني ممكن اقول لأي حاجة؟ قولي اكيد. تمام. هو لو اشتغل موظف، الموظف ده هيضمن منين ولاءه ان هو ما يرجعش لشركته القديمه، وانه برضه زي ما هو باع ولاءه لشركته اللي هو فيها وسرب معلومات منها، ما هو ممكن برضه يعمل كده معاه نفس الشخص. فدي مش حل امثل للموضوع. وفي نفس الوقت البرامج اللي هي بتلم داتا او هتعرفك ايه الحاجات دي كلها، ان هي برضه بتكون داتا مستهلكه يعني كلنا بنستخدمها، فكلنا هو ما وصلش لحل برضه كويس لان المعظم بيستخدمها. هو بس ممكن اوضح عشان قلت النقطه دي، هو مش بيشتري الموظف او مش بيشتري ولاء، انا قلت زي فكره النوادي بالظبط، زي ما انت بتجيب زي ما في نادي بيشتري لعيب من نادي تاني، هو بيشتري، انت عارف ان الشخص ده شاطر في مجاله فانت بتدفع فلوس اكتر، بتدفع له راتب اكتر، بتدفع له سالري اكتر، بيكون موجود معاك وبتدي ان هو انت بتدعم التيم اللي معاك، بتزود فيه فرد ناجح في نفس الاندستري، بس مش تسريب معلومات. الموضوع ما بيبقاش بالعدائيه دي، الموضوع بقى فكره ممكن حد شاطر او لا. طب خلينا متفقين ان هي وبالنسبه للداتا هي استراتيجيات يا جماعه. وبالنسبه للداتا انا بقول انه ممكن كل شخص يستخدمها بطريقه معينه، فهي ترجع لمهاره شخصية يعني لمهاره الشركه او مهاره الفريق. استراتيجيات يعني كل واحد واستراتيجيته في شغله. يعني انا ممكن اشتغل داتا وانت تشتغل ادز مثلا بطريقه معينه، بس كل واحد بطريقته، واحنا اتنين في نفس المجال. ممكن انا اجيب موظف واعينه عندي، بس في نفس الوقت ما ادلوش مثلا كل الصلاحيات وكل الامكانيات او كل الانفورميشن اللي تاهله ان هو يكون معاه حاجه يسربها عندي تمام، او اي حاجه يسربها عني. ففي نفس الوقت افهم منه واخد من خبراته وما الى ذلك. فهي هي استراتيجيات على حسب برضه الاوبجكتيف. خلينا مثلا واخدين
حاجه اساسيه في المجال بتاعنا بالذات احنا بتوع الماركتنج. احنا ما عندناش قواعد ثابته، احنا عندنا كيس، والكيسز دي بيتبني عليها استراتيجيه وتطلع لي بيها نتيجه. هو ده كل ما في الماركتنج، انت عندك اناليسز او كيس معينه، والكيس دي بتحلها بطريقه، والطريقه دي هي اللي بتجيب لك نتيجه او ما تجيبلكش نتيجه. تحديدك للطريقه اللي انت هتسلكها دي او الاستراتيجيه دي هو اللي بيتبني عليه نجاحك او فشلك. يعني انا مثلا ممكن استعمل الطريقه بتاعه الداتا، استعمل طريقه مختلفه. مثلا الاوبجكت بتاعتنا كلنا ان احنا نبيع، ممكن عبد الرحمن يشتغل بموضوع مثلا الموظفين، مثلا ياسمين تشتغل داتا، مصطفى يشتغل بطريقه اعلانات، انا اشتغل بطريقه الكونتنت مثلا على اللونج تيرم. فهي كلها استراتيجيات ما لهاش قواعد ثابته ان انا اشتغل. ممكن مثلا لو حضرتك في شركه تحسبيها انا اضمن منين ولا لا انا ما اجيبوش، ممكن حد زي مصطفى يقول لا انا اجيبه، وانتوا الاثنين في السوق مثلا وبتنافسوا بعض، هو ينجح وحضرتك لا، او العكس حضرتك تنجحي وهو الموظف ده ما يبقاش معاه، فما الدنيا تبوظ عنده او كده. فهي ملهاش رول او ليها قاعده او مساله حسابيه 1+1=2، هي على حسب الحسبه نفسها هتمشي ازاي او الاوبجكتيف او الاستراتيجي اللي هيديها. معلش انا عندي فكره هيك، بشبه دائما البزنس زي وصفات الطعام، يعني ممكن تكون وصفتين نفس المكونات ونفس كل شيء، بس اختلاف جودة المكونات، اختلاف الحي. يعني الأمر ما له محدد واحد، الأمر فيه آلاف المحددات. يعني بالضبط، والعوامل وصف وصفتين زي بعض ينطبخوا وتطلع طبخة طيبة وطبخة ثانية على قولتكم أنتوا وحشة، يعني مش جيدة. بالضبط، يعني هو على حسب. يعني أنتوا مثلا لو عملتوا كبسة، إحنا ممكن في مصر نعمل كبسة، بس الكبسة دي غير الكبسة دي. تماما. فده موضوع وده موضوع، او ده دي طريقه ودي طريقه، يعني دي واي ودي واي. تمام، وصلت الفكره ياسمين؟ تمام. مش عارف ياسمين سمعانا او لا او ايه، مش عارف. تمام معاكي. ايوه كده تمام، ماشي اوكي. تمام اوكي. ايه تاني؟ حد في اي اسئله تاني متعلقه بموضوع الاناليسز؟ ممكن استفسار؟ استفسار ولا سؤال؟ هو هيفرق ايه الفرق بين الاثنين؟ لا مفيش. تمام. هو انا لو بعد ما اعمل الاناليسز دي وخدت القرار وعرفت ايه العيوب اللي عندي او ايه الحاجه اللي انا الناس طالباها فاقدر اعملها لهم وكده، وبدات في الاجراءات دي من خلال ان انا بعد ما خدت القرارات الحاجات اللي انا هلغيها او هنفذها، تقدر تخليني اختار الاستراتيجيه اللي انا هتبعها، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ يعني دي هتساعدني في الاستراتيجيه وانا اشوف نفسي لقدام شويه في بالنسبه للنشاط او الحاجه اللي انا مسؤول عنها. طبعا هتساعدك في الاستراتيجي. يعني مثلا انت دلوقتي هتاخدي قرار ان انت مثلا تنزلي بمنتج معين، او ان انت تغيري مثلا في طريقه التدريس عندكم في المكان اللي بتدي فيه، فتغيير الطريقه نفسها دي في حد ذاتها استراتيجيه. يعني احنا مثلا الناس كلها متضايقه مثلا في الميتنج هنا، او ناس بره مثلا في الماركتنج كوميونتي، ان احنا مش داخلين زوم. تمام، فخلاص هاخد ديسيشن ان احنا نشتغل على زوم بدل جوجل ميتنج. تمام، فاوريدي دي تغيير في الاستراتيجي نفسها، الطريقه نفسها. تمام، فهتلاقي نفسك بتاخد الديسيشن بالاستراتيجي نفسها. تمام، شكرا لحضرتك. تمام. تمام، في اي اسئله تانيه او هو استاذ محمود؟ انا عندي طلب مش سؤال. قول اكيد. ممكن انت حضرتك تقرره. يعني ممكن بالاسابيع الجايه ندخل بمواضيع شوي تكون اعمق. طبعا نحن مش حنعرف نقترح عليك، انا برايي لو ممكن انت تقترح 3-4 مواضيع
ونحن نختارها وتكون أعمق شوي بالبزنس يعني، يعني ننتقل لليفل شوي متقدم أكثر. تمام أوكي. يعني مثلا هي الفكرة بس إن أنا المواضيع اللي بتمشي على على مدار الشهر أنا اللي بكون مختارها. يعني مثلا المفروض اشتغلنا الكونتنت وخلصناه شهر اللي فات أو شهر 12 تقريبا أو أول واحد يعني، واشتغلنا بعدها الكونتنت الماركتنج بلان، والشهر ده شغالين SEO تمام على مدار الشهر في الجروب. فبسيب يوم الجمعة ده بالنسبة للناس هي تختار اللي هي محتاجة تتكلم فيه أو محتاجة تفهم، عشان لو أنا اخترت الحاجة بتاعت يوم الجمعة واخترت المواضيع اللي بنتكلم فيها على مدار الشهر يبقى كده الناس اوريدي ما عندهاش حاجة هي لو محتاجاها أنا مش هقدر أديها لها. يعني أنت يعني ممكن أنت أستاذ محمود تحط الخيارين اقتراحاتك واقتراحاتنا نحن، فممكن نحن مثلا نختار شيء. أنا صراحة أنا بالنسبة يعني أنا بالنسبة لي ما بعرف باقي الشباب، مش عارف أختار مواضيع تكون ليفل متقدم يعني. تمام ماشي. يعني طب يعني ممكن نشوف رأي الناس، يعني نشوف رأي ممكن تمام. بالنهاية هو رأي الناس هو اللي بيحكم. تمام. حد من هنا اللي معانا عنده رأي في حاجة؟ جهاد بتقول هي هتستأذن، فماشي أوكي جهاد استناك الجمعة الجاية. في حد عنده أي حاجة تاني؟ سوري رأي في الكلام مع عبد الله عبد الرحمن. هو تمام ماشي لو دخلنا في مواضيع تانية مثلا زي ان احنا نبتدي نعمل اعلانات والحاجات دي، بس الفكرة ان احنا هنكون يعني اونلاين وفي نفس الوقت هيكون هنبتدي في شغل بجد، فده هيبقى ضغط على حضرتك اكيد يعني. لا ما عنديش مشكلة كده كده هما كده كده 3 ساعات تمام او يعني من بعد 9 لحد ما نخلص. يعني انا فاكر في مرة قعدنا لوحدة وفي مره خلصنا 11، مره خلصنا 12، مره خلصنا يعني مفيش مره خلصنا قبل 11. فاوريدي كده كده من يوم الجمعه من 9 لحد 1 انا متواجد تمام. بس ف اشتغلنا بقى كده او اشتغلنا كده انا مش هيبقى. هو لو كده نبتدي نمشيها ستيب باي ستيب، اللي هو الستيب اللي بعد الاناليسز ممكن تبقى ايه، اللي بعدها ايه، ما ندخلش في حاجه اعمق قوي 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 واحنا لسه بنمشيها ستيب باي ستيب. يعني حضرتك فاهمني ولا لا؟ يعني مثلا قلت خدنا قبل كده الكونتنت او دلوقتي خدنا الاناليسز، ما ينفعش مثلا نبدا مثلا اللايف الجاي بتاع يوم الجمعه في الاس اي او، لان احنا مثلا لو لسه حد بيبتدئ مع حضرتك مش هيبقى عنده باك جراوند قويه ان هو يبقى فاهم اكتر في الاس اي او. تمام. هي الفكره ان انا برضو على الجروب بحاول اجيب الدنيا من الاول، يعني زي ما قلت اشتغلنا كونتنت وبلان تمام، واشتغلنا هاو تو ستارت ازاي تبتدي في المكان ويكون عندك ماركت اورينتيشن وتفهم الدنيا دي، وحاليا دلوقتي دخلنا في الاس اي او تمام. فهو احنا ولا لا عشان إيه؟ انا لسه داخله في جروب جديد، الحاجات دي موجوده هلحق الاقيها ولا هي خلاص كده؟ الحاجات دي لو دخلت على الجروب ودخلت على اليونت هتلاقي كل حاجه متفصله في يونت لوحدها. طيب تمام كويس جدا. تمام هتلاقوا الكونتنت كوميونيتي فيها حوالي 14 بوست او مقال لوحدهم، هتلاقي هاو تو ستارت حوالي 6 فيديوهات، هتلاقي ماركتنج بلان حوالي مثلا يعني برضو عدد من المقالات مش فاكر قد ايه، بس هما كل الحاجات اللي في الماركتنج بلان. في كام حاجه بتتكلم عن الافيليت ماركتنج، لان دي يعني كتبت الجزء بتاع الافيليت ده لان ناس كتير جدا سالت موضوع الافيليت وازاي الربح من الانترنت، فكتبت حاجه واحده شامله كل حاجه في الموضوع ده لانه ما كانش موضوعنا، فخدت جزء استثنائي. بس ده اللي بيحصل على مدار الفتره. المفروض بقى شهر 2 هنشتغله كله SEO من اول يوم، من يعني بادئين فيه من يوم 1/2 او بدات فيه من 1/2 لحد ان شاء الله 28/2 هيكون كل حاجه. المفروض ابتدينا بتعريفات في الاول، النهارده كان اخر يوم في التعريفات،
في تمام. المصطلحات كلها. مش عارف برضو شفتوها ولا ايه. انا شفتها بس ما شاء الله عليك استاذ محمود، كان اخر بوست جهد جبار صراحه، تشكر عليه، الله يجزيك خير. الله يخليك. هو البوست ده خد 6 ساعات. انا يعني والله باين الصراحه انه كتير يعني. انا لما كنت بشوف البوست اقول يعني هو كتب قد ايه فعلا، فهو حقه ياخد 6 ساعات فعلا. هو 6 ساعات، انا مخلصه امبارح الساعه 4 فجر. بجد طريقتك على تعبك ده بجد. لا عادي، ربنا يخليكي والله. لا بجد يعني فعلا فعلا في ناس بتحتفظ باسرار الشغل دي وتقول لك لا ده شغلي او لا دي افكاري انا مش هفيد بيها كل الناس، انت لازم انت تتعامل مع نفسك. ففعلا فعلا يعني ربنا يبارك لك يعني. ربنا يخليك يا والله. فاطمه بتقول انا ده رايي يعني، بص قول اللي ليه راي او حاجه يتكلم على طول يعني. تمام. هو حضرتك كنت قايل ان الجدول او النظام اللي انت ماشي بيه اللي هو انت بتمشي بحاجه طول الشهر ويوم الجمعه ده انت سابه، احنا محتاجين ايه او حد واقع في حاجه او احنا مثلا محتاجين حاجه بتدعمنا بيها في المحاضره بتاعت يوم الجمعه. فانا مع راي حضرتك بصراحه ان انت ماشي بجدول، انت كواحد حد متخصص فبدات من اول اساسيات التسويق وماشي كل شهر بمحتوى خاص عشان نتقدم اكتر، ويوم الجمعه انت سابه اوبن مثلا للناس محتاجه ايه او حابه تعرف ايه وهكذا. فانا مع راي حضرتك جدا ان انت لو انت اللي قررت او ودتنا اللي عملته كله يا بنت كده عامل الشهر كله ومفيش اي مجال لينا لو حد واقع منه حاجه او ضعف حاجه او في ناس لسه منضمه جديد عايزه الحاجه دي بس. او فاليوم الجمعه ده هو بالنسبه لنا يعني زي الفري او الاوبن دي ان احنا نختار اللي احنا فيه. فانا مع راي حضرتك افضل بكتير. تمام مفيش مشكله. هو عموما الطريقه دي اصلا بناء على اناليسز كتير حصلت، ويعني احنا انا مثلا الجروب من 2018 تمام، فدلوقتي هو التشكيله دي او الطريقه دي بناء على السنتين اللي فاتوا تمام، او اللي حصل في خلال السنتين اللي فاتوا. فبس انتوا لو في اي جديد كده كده الدنيا بتختلف يعني. استاذ محمود هلا اللي بالجروب تقريبا 16 ولا كم بالجروب؟ 17. 17,000. بتلاحظ انه دائما الحضور ما بيتعدى 30 يعني، والافرج تقريبا 20. فكيف هذول حتجيبهم كلهم؟ لا هو بص هقول لك على حاجه. هو لو لاحظت مثلا الناس بتبقى مشدوده للحاجه في اولها تمام، او في ان يعني مثلا يا جماعه مثلا. طب اقول لحضرتك حاجه، هو كام حد اقترح الجزء بتاع النهارده او فضل ان احنا نتكلم في الاناليسز النهارده؟ متخطين ال 100 شخص تمام. صحيح تمام. استاذ بتقول لك العدد اقل افضل. اوكي هو هي بص لها منظور تاني. بص 104، ياسمين بتقول لك 104. طب ال 104 دول حضر منهم في الاول 30، بعد كده وصلنا ل 20، دلوقتي وصلنا ل 11 تقريبا او 10. بس هي ده الطبيعي في اي اندستري وفي اي مجال وفي اي حاجه في الدنيا، لازم بتلاقي المهتمين عدد كبير اللي بيظبط الدنيا او اللي بيبقى متواجد عدد قليل، وبعد كده اللي بياخد الاكشن عدد كويس يعني عدد قليل. وانا انا بالنسبه بس لي بس يا استاذ انت عم تحكي فرق بين 17,000 و30 شخص او 20 شخص يعني كحد ماكسيموم يعني الفرق كبير يعني، مش 200 ولا 300 ولا 400، انت عم تحكي عن 20 شخص غريب يعني. انا بستغرب انه ليش القلل يعني العدد القليل. هقول لك احسب بقى، انت تقريبا اكتر حد حضرت الايام. هل اللي متواجدين النهارده زي المره اللي فاتت هم نفس اللي قبلها نفس اللي قبلها نفس اللي قبلها؟ يعني تقريبا ممكن يكون في اختلاف بسيط، 5 أشخاص كل مرة عم يتجددوا. لا مش 5، هو الـ5 هم المتكررين يعني. مثلا مثلا انت موجود، ساجة تقريبا حضرت معانا قبل كده، مش عارف فاطمة حضرت او لا، بس تقريبا مفيش حد تاني. مين تاني؟
هو عموما ده طبيعي حتى في الاعلانات بتاعت الفيسبوك نفسها، لو انت متارجت 100,000 شخص هتلاقي ان اللي بياخد الاكشن نفسه حوالي 100. طب مين اللي هيشتري من المية دول؟ هتلاقي مثلا 10. فيعني انت بتلاقي الدنيا بتقل تقل 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 لحد ما بتوصل لعدد قليل جدا. فال 17,000 دول مش شرط كلهم يكونوا وصلهم اصلا البوست بتاع مستر محمود، يعني هم دول اصلا ما حد ممكن اللي شافهم مثلا المية اللي عملوا فوت على الجروب ان احنا عايزين كذا. بدليل ان اصلا في ناس بتيجي بعد كده تسالني هو احنا ازاي ما قلتلناش ان يوم كذا هتشرح كذا يا جماعه. طب انا بالصدفه اصلا دخلت لقيت ان اللي عايز يدخل على اللايف يدخل من هنا، كان يعني فات 10 دقايق او تلت ساعه. فاللي هو انا اتفاجئت ان مع ان انا من الناس اللي يعتبر اول واحده قالت لا انا عايزه analysis، فمش شرط يعني تمام. يعني هو يعني انا بالنسبه لي ما عنديش مشكله خالص في العدد وصل لك. يعني انا فاكر في مره كنا 50 شخص، تمام. هقول لك حاجه، احنا المفروض في 2018 و19 كنا بننزل، ما كناش الموضوع اونلاين، تمام. كان بيقول لي بيأكد عليا ان احنا جاي الموضوع برضو كان فور فري، تمام. بس الناس بعد ما بنمشي بتحاسب بس على مثلا المكان اللي حجزناه بكذا، فبتتقسم على عدد الناس وخلاص، مثلا كل واحد مبلغ لا يذكر. يعني ممكن مثلا اللي يقول انا جاي مثلا 100 وحاجه شخص، فاوريدي انت عشان تحجز مكان ل 100 وحاجه شخص انت بتاخد مكان كبير جدا، تمام. ممكن في الاخر تلاقي اللي حاضر مثلا 25 شخص، فاهم. فدي كانت بتبقى مشكله، اللي هو انت عدد الناس دي كلها، طب لو انت حجزت ال 25 وجي في الاخر ال 50 واحد جيم، فهتحسبها ازاي، فاهم. انا اصلا كنت باخد تماما هاي احد ميزات الاونلاين هاي. بالطبع انا كنت باخد كورس، كان الناس مثلا يبقوا حاجزين ودافعين فلوس، لان الكورس ده حوالي كان 3000 جنيه، فكانوا الناس بتبقى دافعه الفلوس كلها يحضروا اول وتاني وتالت محاضرة، باقي السيشن ما بيجوش خلاص، هما خدوا اللي هما الجزء اللي هما عايزينه، مثلا الجزء اللي هما واقعين فيه، الجزء اللي هما محتاجين يتكوا عليه شوية، بعد كده هما خلاص شكرا انا مش جاي تاني، ما عنديش وقت، انشغلت في شوية حاجات خلاص. تمام. يعني هو على حسب بقى كل شخص واهتماماته، او كل شخص وهو محتاج ايه. ممكن في ناس تبقى في يوم الجمعه مش متوفر، يعني او يوم الجمعه انا مش متخيل لو جه يوم جمعه وانا ما قدرتش ان انا اكون متواجد، الدنيا ممكن الناس مش عارف ال 15، يعني اخاف مثلا على الناس اللي كانت عامله حسابها ان هي تحضر وما كانتش موجوده، او لقيتني مش موجوده او ما جتش، فاهم. ممكن في ناس تانية لا هو اوريدي حاضر زي ما حضرش كده كده مش فارقه معايا، فاهم، اللي هو لا خلاص السيشن وعدت، تمام. بس ف عادي يعني. تمام. طيب في كل الاحوال الله يجزيك الخير استاذ احمد، الله يعطيك الف عافيه، عم نعزبك معانا والله يجعل موازين حسناتك يا رب. ربنا يكرمك يا رب يعني، واشوفك كده كل مره. انا النهارده لما دخلت يعني سالت ما بصيت عليك، قلت اكيد هتيجي متاخر يعني. اليوم كنت نايم والله، ومع اني محدد المنبه ومحدد كل شيء وما صحيت ما فيش مشكله. طيب عشان برضو ايه ما نخرجش بره الاطار، حد عنده اي سؤال تاني او حاجه؟ يا ساجا تقريبا بتسال ما بين الاتيتيود وما بين البيهيفير. بص البيهيفير هنا بنتكلم في سلوك البشر عامة بشكل عام، يعني الناس دي لو انا مثلا ببيع موبايلات، فالناس اللي بتشتري موبايلات سلوكها ايه بالظبط كاشخاص؟ الناس دي مثلا طبقة متوسطة، بتصحى الصبح تروح شغلها، من شغلها تروح البيت، ومن البيت تنام وتصحى بدري، ده سلوك، ده الكاستمر بيهيفير عادي يعني، او ده المفروض دي الشخصيه دي، تمام. الشخص ده متفائل، اشخاص عندهم متشائمين، ناس واثقه في نفسها، ناس خلاص، انت دي البيهيفير بتاعته، او دي الجزء كشخصي، هو بقى هو كشخص ماشي ازاي، او طبيعته هو كشخص
عامل ازاي، تمام، كدراسة اشخاص بعينهم، تمام، بس الاشخاص دي هم من الناس اللي انا بترجتها، تمام. طيب لو احنا بقى بنتكلم بقى في الاتيتيود او طبيعته، فبنتكلم كطبيعته هو او سلوكه هو من خلال جوانب معينة. الموقف بتاعه كموقف هو، لو مثلا شاف مثلا لو انا بتارجت مثلا بنات مثلا، فالبنات مثلا من طبيعتها مواقف ان هي مثلا لو شافت مثلا حاجة معينة تاخد ليها رياكشن معين، تمام. فهم ليهم اتجاهات او مواقف معينة هم بياخدوها. السلوك بتاعهم، هم سلوكهم ايجابي ولا سلوك سلبي ولا سلوكهم محايد، المواقف اللي بياخدوها هي سلبية ولا ايجابية ولا ايه بالظبط، يعني دي التفاصيل بتاعتهم. والاتيتيود ده اتجاه عام، تمام، انما البيهيفير بيكون اتجاه سلوك مخصص او سلوك هو واخده في اتجاه المنتج اللي انا بشتغل عليه. يعني الاتيتيود دي تفكيره ومواقفه واجراءاته وسلوكه، المقارنات اللي بيعملها لما بيكون هياخد قرار في منتج او حاجة. انما البيهيفير دي حياته الطبيعية واللايف ستايل بتاعه، بيلبس مثلا بدلة، لا بيلبس جلباب، لا هو طبيعته ايه. فده الفرق ما بين البيهيفير والاتيتيود. يبقى البيهيفير بيدرس حياته اللايف ستايل عادي، والاتيتيود بيدرس السلوك بتاعه ومواقفه الايجابية او السلبية وما الى ذلك، تمام. يعني مثلا هو طبيعة مثلا الـ الاشخاص دي، او مثلا طبيعتهم مثلا ان هم بيحبوا مثلا الجو مثلا السخن. مثلا لو احنا مثلا بنتكلم مثلا في السودان، هم طبيعتهم بيحبوا الجو على ما اعتقد ان هو الجو السخن لانهم متعودين على الجو ده. طب لو انت مثلا اتكلمنا مثلا عن الروس مثلا، روسيا، لا هم طبيعتهم او الاتيتيود بتاعهم هم بيحبوا الجو البارد لانهم متعودين على الجو ده. فده فرق ما بين الاتيتيود بتاعه، وده فرق ما بين الاتيتيود بتاعه. طب البيهيفير، لا السلوك بقى، السلوك بتاع مثلا الشخص مثلا لو السوداني مثلا اللي من السودان لو شاف مثلا، او المصري مثلا لو شاف مثلا جبل ثلجي مثلا، تمام، فطبيعة ان هو هيكون مبسوط جدا، ودي حاجة هي خلاص هو بالنسبة له دي حاجة من في البيهيفير بتاعته ان هو هيقعد يستمتع بيها وحاجة هيبقى متعايش معاها. طب لو مثلا جبنا حد من روسيا، لا هو بالنسبة له ثلج اصلا ده بيشوفه كل مرة، تمام، فسلوكه معاه عادي، ده ما ممكن يكون ما بيحبش ان الثلج مثلا ينزل، ده مثلا بيهيفير، تمام. فخلاص ده الاتيتيود وده البيهيفير. الفرق ما بينهم ان ده بيتكلم في السلوك العام، وده بيتكلم في الافكار والمعتقدات والمواقف اللي بياخدها. يعني يا ريت اكون وضحت لك الفرق ما بين ده وده. يس، اوكي. طيب في اي اسئلة تانية؟ حد عنده اي سؤال؟ ارجو النت ما يكونش عندي فصل. اوكي تمام كده، تمام تمام يا جماعة، خلاص هشوفكم بإذن الله الجمعة الجاية، وأحاول نظبط الموضوع اللي قال عليه عبد الرحمن، أقترح معاكم حاجة من الحاجات اللي انتوا بتختاروها لكل جمعة، وبإذن الله أشوفكم على خير. تصبحوا على خير، يعطيك ألف عافية يا أستاذ محمود، شكرا، ربنا يخليك، تصبح على خير. مع السلامة.